القاهرة. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الفل عليك يا منى. صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا في كل مكان. كل جمهور وعشاق كرة القدم في مصر كان عندهم حلم من زمان أنه يبقى عندنا استاد على مستوى عالمي من خلال التجهيزات والإنشاءات زي اللي بنشوفها في استادات أوروبا. علشان كده ملعب استاد مصر اللي استضاف معسكر المنتخب المصري استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لفت انتباه الناس كلها وكان مفار وحديث الناس خلال الأيام اللي فاتت. الاستاد حاجة مبهرة جدا، أرضية على أعلى مستوى، إنشاءات رياضية متطورة جدا، سعة الاستاد تصل إلى حوالي 90,000 متفرج، وجهة مشرفة جدا مش بس للكرة المصرية ولكن للرياضة في مصر. يمكن نقول ان الاستاد ده هو جزء من مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه. احنا بنجني ثمار اهتمام الدوله المصريه بالاستثمار في البنيه التحتيه الخاصه بالرياضه، خصوصا ان الصرح الرياضي متكامل في قلب العاصمه على مساحه 5 مليون متر. المدينه اتنفذت وفقا لارقى المواصفات العالميه عشان فعلا تكون جاهزه انها تنظم كبرى الفعاليات الرياضيه الدوليه في مختلف الالعاب. الصرح بيضم حاجات كتير جدا، بيضم عدد من الفنادق، بيضم عدد من النوادي الاجتماعية والرياضية، بيضم تراك كبير جدا مفتوح لممارسة الرياضة، ده غير الصالات المغطاة. فعلا صرح كبير جدا ومبهر جدا. مدينة رياضية متميزة على أعلى المستوى في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، بنباهي فيها أو نضاهي بيها المدن الرياضية اللي موجودة في دول عالم كتير جدا متقدمة. المدينة فيها إنشاءات لكل الألعاب الرياضية، فيها صالة مغطاة بتستوعب حوالي 15,000 متفرج، فيها مجمع سكواش، مجمع حمامات السباحة الأولمبي، ملعب تنس أرضي رئيسي وملعب آخر فرعي، بالإضافة لملاعب الفروسية وملاعب تدريب تنس. وكل المنشآت دي تم إقامتها وتنفيذها وفقا للمعايير العالمية في مجال الرياضة. مش هننسى ابدا كمان ان في 10 ملاعب للكره الخماسيه، ملاعب للتنس، ملاعب للرمايه ولرمي الخرطوش. احنا عندنا انواع ملاعب للهوكي اللي ما هياش كانت منتشره، مش بنلاقي ليها ملاعب كتير الناس تقدر تمارس عليها تدريباتها، غير ان فيها كمان مستشفى للطب الرياضي ومتحف رياضي وفندق اقامه ومبنى للمراسم والاستقبالات. عندنا مسرح روماني، مناطق اداريه وتجاريه، اماكن انتظار للعربيات. كل ده هنلاقيه موجود وبشكل منظم جدا وبشكل موضح كمان كل حاجة مكانها فين، عشان كده نقدر نقول هي دي أكبر المدن الرياضية في الشرق الأوسط، وده طبعا بيعكس اهتمام الدولة المصرية بمنظومة الرياضة في مصر بشكل كامل. هنكون موجودين النهاردة معاكم على مدار 3 ساعات، هنستعرض معاكم مواقف كتير ومواضيع أكتر على مدار الحلقة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.
خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والتقص في القاهرة والمحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح البرد يا دينا، انت نازلة الصبح يعني بردانة ومتكلفتة أيوة احنا شخصيتين مختلفين تماما. واحنا جايين الصبح هي ما بتبقاش بردانة وانا ببقى متلجة، يعني انا بحس بالبرد بشكل كبير جدا. خلونا نصبح على حضراتكم ونستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم من القاهرة وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة معانا لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هنلاقي كمان هناك برضو في بعض الكثافات النسبية. نروح عند كوبري الجلاء هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، لكن عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر أعلى كوبري المطارية القادم من الكابلات. نفق الأزهر بيشهد انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر انتظمت الحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. كمان ظهرت وانتظمت كمان حركة المرور بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد. نروح معاكم لمحافظة الجيزة. خلونا نستعرض من هناك الحالة المرورية، خصوصا ان شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية. في شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ حركة السيارات وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات للمتجه الى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات نسبية قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. نروح معاكم لمحافظة أسيوط. قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على طريق الصحراوي الشرقي القادم والخارج من محافظة أسيوط. وهنكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. من جولتنا في شوارع ومحافظات مصر المختلفة للإطمئنان على الحالة المرورية هطمنكم عن حالة الطقس وجولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة هيكون مائل لدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في الغردقة 28، وأقل درجة حرارة في سيوة 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. كالمعتاد خلينا نبتدي بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت معانا. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر بالأمس مشروع بحثي تحت عنوان وثيقة أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030. الوثيقة دي بترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري لغاية عام 2030، سواء ده أو فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. كمان امبارح وزارة الداخلية أعلنت عن مد فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر واحد للاستمرار في توفير كافة السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة بتصل إلى 40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح،
أبرزها التقرير اللي صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء اللي بيؤكد إن الدولة بذلت جهود كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية باعتبارها إحدى الأسواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة فيها خلال المرحلة المقبلة، وده لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي. وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بحلول عام 2025 لتحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين. الخطة دي بتستهدف مضاعفة صادرات مصر للدول الإفريقية لتصل ل 15 مليار دولار بحلول عام 2025. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروع بحثي تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، واللي بترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإرسال الوثيقة لعدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين لدراسة ما بها من أفكار، تمهيداً لعقد ورشة عمل موسعة معهم يستمع خلالها رئيس الوزراء والوزراء المعنيون لتعليقاتهم وملاحظاتهم ورؤاهم بشأن الوثيقة. أيضاً هيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة حوار للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع تعزيزاً للمشاركة المجتمعية. امبارح أعلنت وزارة الداخلية إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، هيتم مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر للاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. امبارح وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024، استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عدد من رجال الدين المسيحي، وده لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين لاحتفال بهذه المناسبة. ويأتي هذا أيضاً في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة لأخبار المحافظات، البداية من شمال سيناء حيث تم بدء أعمال رصف طريق السادات خلف الموقف الجديد بمدينة العريش. في محافظة الغربية تم الانتهاء من مشروعات مياه الشرب بقرى حياة كريمة وتجهيز المرحلة الثانية. كمان امبارح في القليوبية تم تخصيص 4 مراكز للتخاطب لخدمة 600,000 مستفيد في المحافظة. وفي اسكندرية تم تدريب 222 سيدة لتمكينهم اقتصاديا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلينا نعرف التفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة العريش إن الشركات المختصة بدأت في رصف طريق عاطف السادات خلف الموقف الجديد، وتم على إثر ذلك استكمال رصف الشوارع الفرعية من الطريق الرئيسي بعد استكمال كل المرافق اللي تم عملها قبل عملية الرصف من خطوط المياه والكهرباء والكوابل الأرضية والهاتف وعملية رفع مستوى بلعات الصرف الصحي. في الغربية أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل 54 قرية بمركز زفتة تم الانتهاء منها والتوصيل للمنازل واللي بتتمتع حالياً بهذه الخدمة، كما تعمل الشركة في تجهيز مواقع العمل بالمرحلة الثانية وتخصيص الأماكن المحددة استعداداً للعمل الفعلي. في القليوبية أكدت مديرية الشباب والرياضة إنه تم تخصيص 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز الشباب، وهي مركز شباب مساكن إسكو بشبرا الخيمة، ومركز شباب العمار بطوخ، ومركز شباب كفر الجزار ببنها، ومركز شباب الأحراز بشبين القناطر. بتخدم المراكز 600,000 مستفيد طوال العام، وده في إطار برنامج جسور الأمل لإنشاء مراكز للتخاطب على مستوى الجمهورية
بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوي الهمم بشكل مجاني لدعمهم ودمجهم بالمجتمع. في الأقصر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم التعامل مع شكاوى أهالي مدينة إسنا بوجود طفح لمياه الصرف الصحي بالشوارع، وتم إنهاء الأزمة تماماً، وده تلبية لنداء المواطنين. وتم إصدار تعليمات بالتعامل السريع مع شكاوى أهالي منطقة نجع الفوال وعمارات الدير بمركز إسنا. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 11 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها ما يقرب من 6000 سائح ضمن 121 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري. وبتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بعملية تسهيل وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية. في الإسكندرية نفذ المجلس القومي للمرأة سلسلة من الدورات التدريبية لتمكين السيدات اقتصادياً، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وذكر المجلس أنه تم تنظيم 9 دورات استهدفت إجمالي 222 سيدة في عدد من القرى لتنمية مهاراتهم في إدارة المشروعات. نروح لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، في كمان شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا إن كان في وإحنا جايين صباحا كده في بعض الرياح شوية اللي ممكن بتزود من إحساسنا ببرودة الجو. هو طبعا يمكن احنا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، تعتبر درجات الحراره خلال فتره النهار اعلى من المعدلات الطبيعيه اللي بتستهدها الوصول العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. في مرتفع جوي بيأثر علينا في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير خلال فتره النهار، فبالتالي هيحسسنا بوجود ارتفاع في قيم درجات الحراره. بالإضافة كمان الكتل الهوائية نفسها كتل هوائية صحراوية، الكتل دي بتخلينا نحس بارتفاع قيم درجات الحرارة لأنها مرتفعة في قيم درجات حرارتها. فترات النهار الأجواء بتكون أجواء نقدر نقول شتوية مشمسة تماما ودافية على أغلب المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس وصلنا فترات الليل بيحصل العكس تماما، بيكون في انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون ملموس وملحوظ أكتر في ساعات الليل المتأخرة اللي هي فترات الفجر. فترة الصباح الباكر أجواء من باردة إلى شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان إن الكتل دي كتل هوائية زي ما قلنا في الأول صحراوية، بتكون نسب الرطوبة فيها منخفضة، انخفاض نسب الرطوبة بشكل كبير خلال فترات الليل يخلينا نحس بالبرودة أكتر ويخلينا نحس أكتر من انخفاض قيم درجات الحرارة. يمكن الشبورة المائية اليوم كانت شبورة مائية عادية، ما كانتش شبورة مائية كثيفة، أدت انخفاض بسيط بالرؤية الأفقية فترات الصباح على عكس امبارح. بالظبط، امبارح كانت شبوره مائيه كثيفه وصلت لحد الضباب، لكن اليوم الحمد لله شبوره مائيه عاديه ادت انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتتلاشى تدريجيا مع سطوع اشعه الشمس. احوال الجويه زي ما قلنا اليوم مستقره بشكل كبير، والاستقرار ده متوقع ان هو يكمل معانا كمان بكره الثلاث، استقرار في الاحوال الجويه. يمكن فرص الامطار لو انوجدت بكره ان شاء الله تبقى امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، لكن متوقع مع يوم الاربعاء والخميس الجايين ان شاء الله نبدا نتاثر بكتل هوائيه مختلفه، كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، هيكون في امتداد لمنخفض جوي كمان لطبقات الجو العليا، المنخفض الجوي ده هيبقى عامل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه
فبالتالي هيكون في انخفاض. بالضبط هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، هنبدا نحس بالاجواء الشتويه. يعني العظمى تقريبا هتكون كام على القاهره الكبرى والمحافظات؟ متوقع مع الاربع والخميس ونهايات الاسبوع ما بين 19 و18 درجه مئويه. هتقل بدرجه كبيره. هتقل، هنرجع للمعدلات بقى الشتويه الطبيعيه. لان احنا المفروض تبقى المعدلات خلال هذا الوقت من السنه منخفضه بشكل كبير. صحيح. هيكون كمان في نشاط للرياح، وده هيخلينا نحس اكتر ببرودة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة. فرص الأمطار هتزيد على المناطق الساحلية، أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة، ممكن توصل كمان لبعض المناطق الداخلية، لكن طبعا المناطق الداخلية بتوصلها الأمطار بكميات أقل. فهنحس أكثر إن شاء الله مع نهاية هذا الأسبوع بالأجواء الشتوية. نخلي بالنا بس من فرق درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل، لأن زي ما حضرتك قلتي احنا فترات الليل في برودة شديدة، فترات النهار في دفء، فلازم ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير، ومهم كمان المتابعة اليومية للنشرات الجوية. تمام. انا يعني في الاخر عايزه يعني اسال حضرتك كمان عن حاله البحار، يعني والملاحه البحريه، البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. لو بنتكلم على 48 ساعه اللي احنا فيهم، يعني النهارده وبكره اعتدال سرعات رياح، فبالتالي ده بيؤدي لاعتدال الامواج، والبحرين الاحمر والمتوسط مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، لكن متوقع مع نهايه الاسبوع ايضا مع وجود النشاط الرياح اللي اتكلمنا عليه، ممكن يكون في اضطراب في حاله الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا لحاله الطقس. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 22، الصغرى 11، العاصمه الاداريه 22 10، الاسكندريه 21 12، العلمين الجديده 21 11، مطروح 19 11، دمياط 22 12، بورسعيد 22 11، اسماعيليه 23 10، السويس 22 10، العريش 22 9، كاترين 21 4، طابا 22 13، حلايب 26 19، شلاتين 27 19، شرم الشيخ 27 18، الغردقه 28 14، الفيوم 22 11، بني سويف 23 9، الوادي الجديد 24 7، اسيوط 23 7، سوهاج 23 8، قنا 25 10، الاقصر 26 10، واخيرا اسوان 27 11. هنستمتع النهارده وبكره تقريبا باجواء شتويه معتدله دافئه صباحا، لكن نخلي بالنا ان من يوم الاربعاء هتبدا في انخفاض في درجات الحراره ملحوظ، نخلي بالنا الفتره اللي جايه علشان ادوار البرد المنتشره، وكمان في الساعات الاولى من الصباح نخلي بالنا من الشبوره المائيه. هرجع مره ثانيه لمحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. في دراسة اتعملت في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بتقول إن في ارتباط بين اتباع الأنظمة الغذائية عالية الدهون وزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا. فريق الباحثين توصلوا إلى إن في ثلاث أنظمة غذائية عالية للدهون بتزود من البروتينات الشوكية اللي بتسهل دخول فيروس كورونا للجسم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر منا حول هذه الدراسة من الدكتورة سالي وحيد الخضري، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، واللي بتنضم لينا عبر تطبيق زوم. صباح الخير دكتور سالي. صباح النور وصباح الخير يا مصر. عايزين نعرف من حضرتك في البداية، هل فعلا زي ما الدراسة بتقول في أنظمة غذائية عالية الدهون بتؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بكورونا؟ يعني هل في ربط علمي فعلا ما بين الأمرين دول؟ ده حقيقي، في دراسات كتيره اتعملت في الموضوع ده من اول ابحاث كورونا، من اول كورونا ما ظهرت تقريبا، بس الدراسه الاخيره اللي انتشرت واتنشرت في مجله تايمز اوف انديا كانت اصلا منشوره في مجله النيتشر، ودي من اعلى المجلات عالميا، في ديسمبر 2023، واللي كانت بتقول ان الانظمه الغذائيه عاليه الدهون ليها ارتباط وثيق جدا بزياده الاصابه، او بتخلينا عرضه للاصابه اكثر بفيروس الكورونا. ودي كان ليها اسباب كتير، اولها ان الدايت او الانظمه الغذائيه عاليه الدهون دي بتخلي الجسم يعمل ميتابوليزم او الايض بتاع الجسم بطريقه معينه، يطلع لنا بعض البروتينات وبعض زي الاي تي اي 2، ده ريسبتور موجود على الخلايا، تخلي الخلايا بتاعه الفيروسات ليها في هي الفيروس دايما كنا بنرسمه ليه سبايكس كده او زي اشواك، الاشواك دي بتسهل عليه، بياخد البروتينات دي وتسهل عليه دخول الخلايا.
ده مش كده بس، ده بتوقع المناعة جدا، لأن الأنظمة الغذائية عالية الدهون بتأثر على المناعة تأثر شديد، غير إنها بتأثر لي على الميكروبيوم. الميكروبيوم وده ترند جديد جدا، ترند جديد ومنتشر عالميا لدرجة إن سموه برين جوت أكسس وبرين والجوت، يعني إن المعدة أو الأمعاء متوصلة بالجسم كله وهي المسيطرة على الصحة العامة للجسم. هي برضو الفات دايتس أو الأنظمة الغذائية عالية الدهون بتأثر لي على الميكروبيوم أو البكتيريا النافعة اللي موجودة في الأمعاء، وبالتالي بتخلي لي الأمعاء غير صحية، تدخل لي ميكروبات كتيرة، تخلي الجسم في حالة التهاب طول الوقت، أو زي ما يكون الجسم بيدافع عن ميكروبات مش موجودة، تستنفذ جهاز المناعي بطريقة شديدة تخلينا عرضة مش بس الكورونا، لأمراض كتير جدا. دكتورة، احنا عارفين ان كل شوية بتطلع موضة كده في الدايتس، قعدنا فترة نشوف الفات دايتس وكان في مقابلها البي بي دي او البلانت بيس دايت. انت متخيلة ان الأنظمة النباتية ممكن تكون اقل خطر في الإصابة بفيروس كورونا، وبرضه في نفس الوقت تساعد الجسم على انه ينزل بنفس السرعة اللي بتاخدها الناس اللي ماشية على الفات دايت او على الأنظمة العالية الدهون؟ بصي، هو في ترندات كتيرة جدا للفات دايت والكيتو دايت وشوية حاجات كتيرة قوي طلعت موضة، بس حقيقي الكيتو دايت أو خصوصا يعني الكيتو دايت كان نظام غذائي أصلا عاملينه الدكاترة عشان أنواع معينة من الأمراض، من ضمنها الأمراض اللي بتيجي التشنجات كتيرة، لأن الفات دايت بيخلي الأيض بتاع الجسم قليل، يعني بيخلي إن المخ بيقلل الكهرباء العالية في المخ فتقلل لي لمرضى الصرع والألزهايمر وما أشبهها. نعم، لا خلي بالك الفات دايت هنقول المشاكل بتاعته ان من ضمنها انه بيزود لي الزهايمر، لكن انا بقلل بس الكهرباء بتاعت المخ. لكن الفكره بقى ان في انواع من الدايت احسن من انواع، انا هقول لك الفاكهه والخضار والحاجات دي فيها فيتامينات حلوه جدا هتعزز المناعه، بس مش بقول ان انا ابقى فيجيتيريان بمعنى الفيجيتيريان النهائي، لان انا لو في الدراسه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي لسه معموله في مجله نشر ديسمبر 2022 اللي استخدموا فيها، جابوا الفئران وادوهم كوكونات اويل وصويا اويل والحاجات اللي هي اصلا نباتيه، فمش معنى كده ان انا الدايت النباتي هيخليني انا كده في السليم وانا كده كويس وانا طبعا صحتي. الفكره فانا باخد كميات قد ايه ونسب قد ايه من العناصر الغذائيه الاساسيه للجسم، انا هاخد دهون كتير هاصاب بامراض كتير. طيب، عايز اسال حضرتك كمان دكتور سالي، علاقه الانظمه الغذائيه بضعف جينات الجهاز المناعي، يعني هل ممكن تكون سبب مثلا في خلق بيئه يعني تزدهر فيها البكتيريا وتحديدا البكتيريا الامعاء الضاره؟ بالظبط، انا لسه قايله لحضرتك ان الفات دايتس او الانظمه الغذائيه الغير متوازنه والغير صحيه بتخلي لي الميكروبات اللي في الامعاء تحصل لها ديسبيوزس، الميكروبيوم دي يحصل لها خلل يخلي لي يعمل سبريشن او ان انا اقلل البكتيريا النافعه اللي بتحميني، عامله زي خط الدفاع الاول جوه الجسم عن الخلايا بتاعت الامعاء نفسها، وبتخلي لي بتنشط لي الميكروبات الضاره، وبالتالي يخلي الجسم طول الوقت كاني في حاله دفاع، تعمل زي ارهاق للجهاز المناعي، بالتالي يبقى مناعته ضعيفه جدا لاستقبال اي مرض، غير ما انها الديسبيوزز او الاختلال في البكتيريا النافعه في الامعاء بتخلي البرمابيلتي او النفاذيه بتاعه الامعاء كبيره، بدل ما هي متماسكه كده وبتعدي لي بس العناصر الغذائيه المفيده بتخليها مفككه، وبالتالي تعدي لي ميكروبات، تعدي لي مواد غذائيه تسبب لي التهابات وتسبب لي حساسيه، وبالتالي دور الجهاز المناعي جدا. انا عايزه اقول لكم ان الفات دايت نفس الباحثين اللي انتشرت المواقع العالميه وبيقولوا ان هو الفات دايت طالعه بيزود لي الالتهاب بتاع الجهاز المناعي او الاصابه بفيروس كورونا، عملوا دراسه في 2015 وقالوا ان الفات دايت دي او اللي هي الانظمه الغذائيه عاليه الدهون بتسبب لي مرض السمنه، مرض السكر، مقاومه الانسولين، الكبد الدهني. الكبد الدهني دلوقتي ما بقاش زي زمان نقول ده عندك شويه دهون على الكبد، لا، الكبد الدهني دلوقتي سبب في تليف الكبد وممكن يسبب سرطانات. وبرضه عملوا دراسه في 2020 لقوا فيها ان مش بس بتاثر لي على الصحه العامه، لا، بتاثر لي على خلايا المخ والجينز بتاعت البرين او الدماغ، ممكن توصل لتوحد زي ما قلت حضرتك، تعمل زهايمر، تبقى مسببه للقلق والتوتر والاكتئاب،
فمش احسن حاجه خالص الفات دايت. ولو هننصح بانواع دايت معينه فعندنا الميديترينيان دايت، عندنا الداش دايت لامراض الضغط واللي عندهم ارتفاع في الضغط، عندنا الفيرونيك دايت او اللي هو الدايت الفرعون، نرجع بقى لاصلنا المصريين. أكيد كل الشكر ليكي الدكتورة سالي وحيد الخضري استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، شكرا جزيلا. دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل إن شاء الله النهاردة، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في افتتاحية بطولة كأس الرابطة المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيواصل طلاب النقل الثانوي الأزهري امتحانات الترم الأول، ويؤدي طلاب أولى ثانوي علمي امتحاناتهم في مادتي التفسير وعلومه والفيزياء، ويؤدي طلاب تانية ثانوي علمي امتحاناتهم في مادتي الأدب والمطالعة والنصوص والأحياء، كما يؤدي طلاب أولى ثانوي أدبي امتحاناتهم في مادتي التفسير وعلومه والتاريخ، وسنة تانية ثانوي أدبي هيؤدوا امتحاناتهم في مادتي الأدب والمطالعة والنصوص والتاريخ. النهاردة هتنطلق بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة بثلاث مباريات في إطار دور المجموعات، هيلتقي بلدية المحلة مع سموحة الساعة 3، في نفس التوقيت هيلتقي الإسماعيلي مع الداخلية، وفي الخامسة مساءً هيلتقي فيوتشر مع الاتحاد السكندري. النهاردة هتغادر بعثة فريق ريال مدريد إلى السعودية لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني 2023، وتقام بطولة كأس السوبر الأسباني من الدور نصف النهائي، ويواجه الريال نظيره أتلتيكو يوم 10 يناير، فيما يلعب برشلونة مع أوساسونا يوم 11 من الشهر نفسه، على أن تقام مباراة النهائي يوم 14 يناير الجاري. في ظاهرة فلكية نادرة هتحصل النهاردة وبكرة من خلال اقتران فلكي ثلاثي متمثل في اقتران القمر والزهرة وقلب العقرب. كمان الظاهرة دي بتتميز ان يقدر نشوفها بالعين المجردة في حالة حدوث اي ضباب او غيوم. عايزين نعرف تفاصيل اكتر حول الاقتران الفلكي الثلاثي، يعني قصة برضو يعني لطيفة جدا، وعايزين نفهم ازاي دي فلكيا او علميا بتحصل. معنا على الهاتف الدكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، بنرحب بحضرتك، صباح الخير عليك يا دكتور. خير على حضرتك وعلى المشاهدين ان شاء الله، وكل عام وانتم طيبين. حابين نعرف من حضرتك بدايه ملامح تلك الظاهره الفلكيه، ازاي نعرفها وهل ممكن نشوفها بالعين المجرده ولا لا؟ هي طبعا هتتشاف بالعين المجرده، بالنسبه للنهارده خلاص حصلت، لان هي بتحصل فجرا الساعه 5 تقريبا بتوقيت مصر. الظاهره دي طبعا احنا في اواخر الشهر العربي، كل عام وحضراتكم طيبين، احنا 26 جماد الاخره، فالقمر طبعا في ظاهره المحاق، ان شاء الله اول رجب هيبقى السبت القادم. فده وقت مناسب جدا ان احنا نشوف الظواهر الفلكيه، لان القمر ما بيبقاش مضيء جدا. فقبل شروق الشمس بنلاقي اقتران لثلاث حاجات، قمر اللي هو القمر الخاص بالارض، كوكب اللي هو كوكب الزهره اللي هو من اجمل الكواكب اللي موجوده في السماء، وكوكب الزهره يتميز اللي بنسميه حتى في مصر نجمه البداري، بيقولوا عليه نجمه لكن هو مش نجمه، لان هو بيتلألأ كانه نجمه مضيء جدا. نجمه البداري يعني هو رؤيته بتبقى فيها سطوع اكتر يعني. لا هو حضرتك عشان الزهرة ما بين الأرض والشمس، فإما نشوفه في وقت الشروق يا إما نشوفه في وقت الغروب. في الظاهرة بتاعتنا هنشوف الزهرة وقت الشروق، يعني قبل شروق الشمس بساعتين، وبنلاقي كوكب الزهرة موجود وجنبيه القمر وجنبيه نجم من ألمع نجوم السماء برضه، اللي هو نجم قلب العقرب أو شبيه، هو اسمه أنتارس باللغة الأجنبية، وده أنتارس لأنه شبيه القمر، أو ممكن نقول عليه ضد القمر بس هو شبيه القمر، لأن هو كوكب عملاق قد الشمس حوالي 600 مرة. كتلته قد الشمس 15 مرة، فنجم عملاق جدا، رغم إن هو بيبعد عننا 600 سنة ضوئية، لكن هو من ألمع نجوم السماء، تقريبا نجم ال 15 الموجود في السماء، ولونه أحمر، بنلاقي الزهرة لونه أبيض وجميل وبيتلألأ، لأن هو الزهرة قريب من الأرض. وبنلاقي النجم ده نجم عملاق واحمر، طبعا القمر والزهره والنجم اللامع ده هيتشافوا بالعين المجرده، لكن لو معانا تلسكوب صغير نقدر نشوف النجم اللي بيلف حوالين انتارس، لان هو بيبقى مش نجم واحد، بيبقى عباره عن نجمين، بشوف واحد بالعين المجرده بشوف الثاني باستخدام المنظار.
طيب الظاهرة دي بتيجي مرة واحدة في العام ولا ليها مواعيد متفاوتة، خصوصا ان احنا على غير العادة دايما بنقول لما يبقى السماء ساطعة وضوء القمر قوي بنقدر نشوف الشهب المختلفة، لكن المرة دي حضرتك بتقول ان ده بيظهر مع الضباب. هو العكس حضرتك، لما بيبقى القمر مختفي او القمر مش بدر بقدر اشوف الظواهر الفلكية احسن. لكن ده مش مع الضباب، هو مع قبل شروق الشمس. اوكي. قبل شروق الشمس القمر بيتشاف، حضرتك لو بصيت دلوقتي ناحيه الجنوب الشرقي هتلاقي القمر موجود في السماء. لان القمر في اخر الشهر العربي تقريبا بيشرق مع الشمس او قبلها بحاجه بسيطه وبيغرب مع الشمس. لغايه اول الشهر العربي لما بيجي يغرب بعد الشمس بيبقى ده بدايه الشهر العربي الجديد. فالظاهرة دي هتتشاف حضرتك، حتى لو في ضباب خفيف هتتشاف، لأن هي كوكب وقمر ونجم والثلاث حاجات دول ما لهمش علاقة ببعض، هم ثلاث أجسام بعاد عن بعض. النجم قلب العقرب على بعد 600 سنة ضوئية، الزهرة ما فيش دقيقة ضوئية بيننا وبينها، والقمر برضو نفس النظام، فما فيش علاقة فيزيائية بينهم وبين بعض. بس بيحصل ان في اليوم ده بتحصل اقترانات، الاقترانات كتيره مش قليل، بس مش شرط ان الثلاثه يبقوا مع بعض. طب الاقترانات دي يا دكتور اشرف، يعني عايزين نعرف من حضرتك التفسير والدلاله العلميه كمان، الاقترانات دي بتحصل يعني بشكل متتالي بنشوفه في اوقات مختلفه او متفاوته من العام، ولا هي ظاهره بتحصل مره واحده في السنه؟ لا حضرتك بتحصل، ممكن تحصل مره واحده في السنه لو الثلاثه دول نفس الثلاثه دول، لكن الاقترانات بتحصل كل يوم. كل يوم هلاقي كوكب جنب القمر، هلاقي مجموعه نجميه جنب القمر، هلاقي الاقترانات دي عباره عن اجسام بتلف، كل واحد بيلف في المدار بتاعه، فباجي الاقي النهارده البهاء الاثنين دول جنب بعض فبسميه اقتران، لكن ما لهمش علاقه فيزيائيه بينهم وبين بعض. الاقتران زي حضرتك كده ما ماشي في الشارع بتقابل صديق ليك فانت قابلته دلوقتي بالصدفه، هي نفس النظام، قابلوا بعض بالصدفه. احنا بنحسبها بالحسابات وبنعرف ان الظاهره دي هتحصل بس وبالصدفه برضو، بس احنا عارفين ان ده ليه مدار ثابت وده ليه مدار ثابت وده ليه حركه ثابته وده ليه حركه ثابته، فبقدر اعرف جنبي وحاجه على بعد 600 سنه ضوئيه عن الضوء محتاج يمشي بسرعه 300,000 كيلو متر لمده 600 سنه عشان يوصل له. فهي الاقترانات دي عباره عن صدفه، لو هم بقى ماشيين مع بعض بنسميها مجموعه نجميه زي مجموعه العقرب، مجموعة العقرب شوية نجوم ماشيين مع بعض على طول، كل يوم بلاقيهم كل النجوم دي ماشيين مع بعض، أو الدب الأكبر أو الدب الأصغر. ده الفرق ما بين الاقتران وما بين المجموعات النجمية، المجموعات النجمية فيزيائية متصلين مع بعض وماشيين مع بعض. طيب دكتور، شهر رجب يعني فلكيا يوم السبت المقبل إن شاء الله، ده معناه هل ممكن نتنبأ إمتى هيبدأ شهر رمضان فلكيا؟ مش بنتنبأ حضرتك، هي الأرض لها حركة ثابتة والقمر ليه حركة ثابتة، فان شاء الله فلكيا رمضان كل عام وانتم طيبين يوم 11 مارس، يوم الاثنين 11 مارس ان شاء الله، ده فلكيا. طبعا بنستنى دار الافتاء لما احنا كل شهر بنستطلع هلال الشهر الجديد مع دار الافتاء وبنتاكد من صحه الحسابات الفلكيه، طبعا هي صحيحه بس برضه لازم ناكد للعامه وللدار الافتاء وللعالم كله ان الحسابات مظبوطه، فان شاء الله لما بنتبين من ميلاد الشهر الجديد في رمضان دار الافتاء بتعلن عن طريق الحسابات الفلكيه وبالرؤيه الشرعيه بدايه شهر رمضان، لكن فلكيا بالنسبه للعالم كله 11 مارس ان شاء الله. 11 مارس. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه، شكرا جزيلا. معانا حالة متفردة جدا في مجال الإلقاء والتعليق الصوتي، حالة مبدعة هي شيماء طه اللي حصلت على جائزة فويس آرتس أورد بالولايات المتحدة اللي بتعتبر الجائزة الأهم في عالم أو دنيا الفنون الصوتية. خلينا نرحب عبر زوم بشيماء طه الحاصلة على جائزة فويس آرتس أورد العالمية. صباح الخير عليك يا شيماء، مبروك. صباح الخير يا منى، الله يبارك فيكي، تسلمي. فرحينا معاكي بقى، وقولي لنا التفاصيل، المسابقه ازاي فزتي، دخلتي ازاي، الشروط، كل التفاصيل اللي احنا عايزين نعرفها دي.
تمام. هي المسابقة Voice Arts Awards أو SOVAS، هي مقامة في أمريكا في هوليوود، وإحنا بنبتدي التقديم للمسابقة تقريبا من نص السنة، من مثلا ممكن شهر 4 تقريبا، والتصفيات بتحصل في شهر ديسمبر. المسابقة عبارة عن فئات، أنا قدمت في فئتين، في فئة الإعلانات وفي فئة الكتب الصوتية، والحمد لله اترشحت للفوز في الفئتين. ما شاء الله. والحمد لله بقى حالفني الحظ في النهاية إني فزت في فئة الإعلانات وبس كده. ألف مبروك مرة تانية شيماء، يعني شرفتينا بجد. وعايز أسألك هنا، قدمتي في فرعين، فرع الإعلانات وفرع الكتب الصوتية، هل أنت اللي بتختاري الإعلان اللي هتقوليه وبتختاري الكتاب مثلا اللي ممكن يكون فيه أداء صوتي وتعليق صوتي؟ الاختيار بيبقى ليك أنت، راجع لك أنت؟ الاختيار بيكون راجع لينا احنا، بناء على الشغل اللي احنا اشتغلناه خلال السنة دي، بنختار افضل حاجة من وجهة نظرنا وبنقدمها للتحكيم. اخترتي ايه بقى شيماء؟ والله كان الكتاب، كان كتاب لطيف جدا، كان اسمه نعومي واخواتها، كان بيتكلم عن اضطراب ثنائي القطب، وان احنا ممكن نكون جوانا كذا شخصيه كده، فكان في الاداء الصوتي كان لطيف ان هي بتكلم نفسها بكذا صوت. وبالنسبه للاعلان كان عن منصه بتدعم الحرفيين المصريين ان هم يسوقوا منتجاتهم. جميل. طيب شيماء انت بتكلمينا منين؟ احنا قلنا زوم، ما هنتكلم عادي يعني، حد قاعد في البيت وبتاع، انا شايفه يعني وراكي بال متبطنه وشايفه مايك. يعني ايه ما ده الاستوديو بتاعي في البيت، ما هو علشان احنا نبتدي ناخد الموهبه دي لمنطقه الاحترافيه، فلازم بنعمل خطوات كتير قوي، من اهمها المعدات بتاعتنا والبيئه الصوتيه اللي احنا بنسجل فيها. فكان ضروري جدا ان انا اقلب اوضه استوديو عندي في البيت، بحيث ان انا اقدر اعمل اوديشنز في اي وقت، او ان انا ادخل ميتينجز لطيفه زي اللي معاكم كده في اي وقت. اكيد انا قلت برضو الساعه 8 الصبح موجوده في الاستوديو، ازاي نزلت امتى دي؟ انا بس اللي بنزل بدري. البيت الاستوديو في البيت. طيب استوديو البيت بتاعنا مجهز تماما. ايوه واخده بالي ما شاء الله. طيب لما نيجي ننافس عالميا بقى، انت وانت بتختاري الكتاب زي ما محمد كان بيسالك، وانت اخترتي حاجه تكون فيها مساحه للصوت تقدري تلعبي بصوتك وتقدمي اكتر من صوت، هل مثلا اخترتي حاجه تكون بتعمل مسج بتبرزي ثقافه مصريه او حتى ثقافه عربيه؟ هو الحقيقة الموضوع بتاع الكتاب هنا كان المرة دي إنه مش بس على الثقافة، لكن الاضطرابات اللي ممكن تخلينا إحنا نفسنا نفكر. وأوقات كتير قوي تلاقي حد بيقولك أنا في كذا واحد في دماغي بيتكلموا، أنا مش عارف أنا مين النهاردة، أنا صاحي متلخبط، أو في حاجات مننا احنا مش فاهمينها كويس. فالكتاب كان بيساعدك ان انت تفهم نفسك الداخلية وتقدر ان انت تسيطر عليها، وتعرف امتى تستخدم انهي جانب في شخصيتك. طب شيماء، التدريب الصوتي ده مهم جدا، يعني الآلة الموسيقية الجميلة، الجهاز الصوتي والحنجرة اللي ربنا حباها ليكي محتاجة تدريب، يعني محتاجة شغل ومحتاجة تمارين معينة ومحتاجة كمان اهتمام وعناية معينة. أي حد بيعمل فويس أوفر الناس تفتكر إن الموضوع سهل وبسيط، إن أنا بقرأ تكست أو نص وخلاص، لا، هو الموضوع محتاج تدريب شاق في بعض الأحيان. كلمينا أكتر إزاي الآلة الموسيقية أو الآلة الصوتية اللي بتمتلكها شيماء طه اشتغلت عليها. هو الموضوع ليه عدة جوانب، يعني في البداية تدريبات الصوت أو تدريبات النفس نفسها، المواظبة عليها بتفرق جدا في الأداء الصوتي، إنه يديك مساحة صوتية وإنه يديك نفس أطول. فإحنا كنا دايما تدريبات النفس وتدريبات الصوت لازم بيكون بصفة شبه يومية. ده لازم تعمل بشكل يومي، يعني أي حد معلق صوتي أو فويس أوفر لازم يوميا يشتغل على تمارين الصوت.
بالظبط، يعني لو مش يوميا يبقى بالكتير يوم ويوم علشان يقدر يحافظ على صوته. يعني كتير من المعلقين الصوتيين ممكن ان هم نوعا ما يهملوا التدريبات دي، بس ده معناه ان هم بيقضوا على حنجرتهم بدري او بيخلوا عمرهم الصوتي اقل، لان احنا اصلا حنجرتنا وعمرنا الصوتي بيتغير من وقت للتاني ومن يوم للتاني واوقات من سيزن للتاني. يعني انت لو عندك برد وفارق معاك جدا صوتك، هيفرق قوي عن الصوت العادي، عن صوتك وانت صاحي الصبح غير صوتك بالليل وانت مرهق غير صوتك في نص النهار. فلو انت مش معامل التمارين دي بصفة مستمرة وقادر ان انت تحافظ على حنجرتك، هتفقد جزء كبير قوي من الصوت. التدريبات بقى نفسها ده شيء مهم، لأن أنت عايز تسجل وتنجز وتخلص وتوصل المسج اللي أنت عايزها، والكلاينت أو المخرج اللي معاك يكون راضي تماماً عن البرودكت أو المنتج اللي أنت عملته. فبالتالي لازم بيكون في تدريبات كتير، ان احنا مثلا نتدرب على المشاعر المختلفة، نتدرب على طبقات صوتنا تعلى امتى وتوطى امتى، نوصل المسج بأني طريقة وبأفضل طريقة وأسرعها. أكيد. يعني الخطوة اللي جاية هتكون إيه يا شيماء بعد الوصول للمرحلة المتقدمة جدا في المسابقة؟ الخطوة الجاية الاستمرارية، واني اتمنى ان يكون صوتي جوه كل بيت عربي. ان شاء الله. احنا سعداء بحصولك على الجائزة، وسعداء جدا كمان بوجود صوتك معانا في صباح الخير يا مصر. احنا مش هنختم، هنسيبك انت بقى تختمي بطريقتك بصوتك تقول لنا صباح الخير يا مصر. ميرسي جدا يا منى، ميرسي جدا يا محمد، و صباح مختلف، صباح جديد وتحديات جديدة وأمل بيتجدد بالخير مع صباح الخير يا مصر على القناة الأولى. شكرا ليكي شيماء طه الحاصلة على جائزة فويس آرتس أورد العالمية، شكرا جزيلا ليكي. شكرا ليكي يا شيماء. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء، موجز الثامنة صباحا مع دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا لك محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل بمناطق خان يونس ورفح ومخيمي جبلية والمغازي بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة. وأوضحت الفصائل الفلسطينية مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد استهداف دبابتين وجرافة وتفجير نفقين وألغام في قوة إسرائيلية شرق مخيم البريج. كما تم قصف حشد لجنود وأليات القوات الإسرائيلية بوابل من قذائف هاون في منطقة الكتيبة وسط خان يونس. قالت منظمة إنقاذ الطفولة أن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها أن 1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية العدوان، مشيرة إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال تمت دون تخدير. وأضافت المنظمة أن القطاع يفتقد للكوادر والمعدات الطبية للقيام بمثل هذه العمليات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأوضحت مصادر فلسطينية أن تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال وأليات عسكرية اقتحمت المدينة وسط مواجهات مع الفلسطينيين. وفي الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم العروب، كما أصيب فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت في بلدة يطا جنوب الخليل عقب اقتحامهما من قبل قوات الاحتلال. يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات مع الإمارات والسعودية اليوم،
قبل أن يسافر إلى إسرائيل بعد أن حذر من أن الحرب في غزة قد تنتشر في المنطقة بدون جهود سلام ملموسة. وأكد بلينكين خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أن الصراع في غزة قد ينتشر في أنحاء المنطقة ويسبب المزيد من انعدام الأمن والمعاناة إذا لم يتم بذل جهود سلام منسقة. وزار بلينكين الأردن وقطر قبل أن يتوجه إلى الإمارات لإجراء محادثات في إطار جولة له بالمنطقة تشمل أيضا السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر. اختارت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق أهرون باراك للانضمام إلى هيئة قضاة بمحكمة العدل الدولية. ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بالمحكمة في الفترة من 11 إلى 12 من يناير في لاهاي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024. وقال بايدن في بيان له إن اقتراح التمويل من قبل الحزبين الذي وافق عليه القادة في الكونغرس يجعلنا أقرب إلى منع إغلاق الحكومة غير الضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة، مشيرا إلى أن الميزانية التي خصصها مشروع التمويل تلبي متطلبات البيت الأبيض. ورياضيا، فاز منتخب مصر على نظيره التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. سجل هدفي منتخب مصر محمود تريزيجيه ومحمد صلاح في الدقيقتين 32 و73 من عمر المباراة. هذا ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق في 7 مساء الأحد المقبل في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم في صباح الخير يا مصر. أيام قليلة بتفصلنا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، يومين لصفوف النقل. قبل الامتحانات قررنا في صباح الخير يا مصر نوضح كده خريطة مراجعات ما قبل الامتحانات. المراجعات دي موجودة بشكل إلكتروني، تقدر الطلبة وتقدر أولياء أمورهم إنهم يستعينوا بيها عن طريق المنصات اللي موفراها وزارة التربية والتعليم. حقيقة منا المنصات دي بتسهل عملية المراجعة قبل الامتحان. هنتعرف مع حضراتكم على هذه المنصات مع دكتور نادر شوقي الخبير، تامر شوقي عفوا، الخبير التربوي اللي منورنا النهارده في صباح الخير يا مصر. صباح الخير دكتور تامر، منورنا ومشرفنا. صباح الخير يا زميلنا، شرف ليا يا فندم، اهلا بيكم. عايزين في البدايه نعرف الساده المشاهدين باهميه المنصات الالكترونيه دي. طيب، الوزاره طبعا وزاره التربيه والتعليم والدوله المصريه اتجهت نحو انها تستخدم التكنولوجيا والتطورات التكنولوجيه الحديثه في مجال التعليم، وكان احد هذه الصور او الانعكاسات هي المنصات التعليميه. المنصات التعليميه ديت واسعه جدا وبتشمل كذا منصه، منها منصات على الانترنت، فيها منصات على شاشات التلفزيون، في منصات سمعيه على الراديو. طب من امثله المنصات دي مثلا يا فندم، في منصه اسمها حصص مصر. المنصه ديت خاصه بالمراحل التعليميه من اول ثالثه اعدادي لثالثه ثانوي. في حاجه ثانيه منصه اسمها ذاكر، منصه اسمها بوابه التعليم الالكتروني على موقع وزاره التربيه والتعليم، وهي دي من اكثر المواقع رواجا بين الطلاب وبين اولياء الامور. في بوابه التعليم الفني، حتى التعليم الفني عاملين له منصه. في بوابه التعليم الالكتروني لذوي الاحتياجات الخاصه، يبقى احنا هنا ما نسيناش ذوي الاحتياجات الخاصه. في تطبيق اسمه مدرستنا بلس. في موقع وزاره التربيه والتعليم على اليوتيوب. في كمان يا فندم حاجه اسمها اللي هي بوابه بنك المعرفه المصري، دي كلها بوابات معرفيه يمكن الطالب بتاعنا لو دخل في اي وقت هيلاقي كل حاجه خاصه بكل الصفوف الدراسيه وكل المقررات موجوده في هذه المنصات. طب المنصات ديت
بتعكس مجموعه من الاشياء المهمه. اول حاجه يا فندم، اول حاجه ان هي بتتماشى مع روح العصر، ان الطلاب او كل الشباب والاطفال متجهين نحو التكنولوجيا، نحو الموبايلات والتاب واللاب، فبالتالي الوزاره هنا جابت لهم حاجه يمكن يتعاملوا معاها بسهوله، وكله دلوقتي بيتقن يتعامل مع التكنولوجيا، بل بالعكس الطفل الصغير يمكن يفهم اكتر من الشخص الكبير في التكنولوجيا. تاني حاجه يا فندم من مميزات او اهميه هذه المنصات ان هي بتشمل زي ما قلت من شويه جميع الصفوف الدراسيه وجميع المقررات في كل فصل. سيادتك لو دخلت اي منصه بتخش بتحدد مرحله مثلا اعداديه ثانويه ابتدائيه، وفي كل مرحله بتحدد الفصل الدراسي مثلا الصف الاول الثاني الثالث، وبعد ما تحدد بتحدد الماده اللي انت عايز تعمل فيها مراجعه او دروس سواء مثلا لغه عربيه او لغه انجليزيه او الى اخره. طيب كمان العرض فيها المعلومات بشكل تفاعلي، بمعنى ان الطالب ما بيكونش قاعد كده وقاعد يسمع زي التلفزيون، لا الطالب هنا بيتفاعل مع المحتوى، بمعنى لما يفتح اي درس قدامه اكتر من حاجه يمكن يتفاعل معاها او يفتحها، يمكن يدوس على حاجه اسمها اهداف الدرس، يخش على اهداف الدرس يعرف الدرس ده ايه المطلوب منه ان هو يحققه في هذا الدرس، يمكن يدوس على حاجه اسمها شرح الدرس، يبقى هنا بيشرح الدرس بشكل تفاعلي، يعني بيبقى في تفاعل مع المنصه وبيتم يعني مباشره الردود عليه. بالظبط يا فندم، عايز مثلا يخش على الاسئله يخش على الاسئله، والاسئله فيها ميزه كويسه جدا هي بتدي له فيدباك. يعني ايه فيدباك؟ ان هو بمجرد ما يخلص حل الاسئله بياخد الاجابات، ودي حاجه تربويه في منتهى الاهميه. كمان المنصات من مميزاتها ان هي بتتيح للطالب ان هو يخش عليها في اي وقت في اليوم، مش شرط ان هو زي ميعاد المدرسه من الساعه 7 لغايه الساعه 1 مثلا ملزم بيها، لا يمكن يخش فيها الساعه 3 العصر 4 العصر 7 بالليل 8 بالليل الى اخره. بتمكن الطالب ان هو اي درس صعب بالنسبه له ان هو يستمع اليه اكتر من مره لغايه ما يفهمه. كمان بتخلي كل طالب يتعلم وفقا لنفس الشرح، يعني الدرس الواحد متوفر عن طريق مدرس واحد، ولا ممكن يتم تقديم المنهج عن طريق اكتر من مدرس، فكل طالب يتفاعل مع المدرس اللي ممكن يكون بيفهم منه اكتر او بيسرح له اكتر. انا بحييك على هذا السؤال الدقيق. شكرا جزيلا. بص يا فندم، دلوقتي انا عندي منصه معينه فيها درس مشروح بطريقه معينه، طب انا مش عاجبني الشرح ده اروح لمنصه ثانيه، مش هنقول مش عاجبني او مش فاهم، يعني ممكن يعني مش واصل لي للفكره، زي مثلا الطفل مثلا مش فاهم او مش مستوعب او كذا او كذا، اصل مش كلنا هنتفق على اللي احنا يمكن نتلقى او نفهم من هذا الشخص، ما فيش مشكله يعني في الكلام ده. طيب كمان مميزاتها ان هي بتحل لي عجز مشكله المعلمين. وزاره التربيه والتعليم في الاونه الاخيره نتيجه لوجود عجز في المعلمين عامل حاجه اسمها حصص مشاهده. يعني حصص مشاهده؟ ان انا بجيب سبوره كبيره كده واجمع طلاب المدرسه او الفصول في صف دراسي معين واجمعهم اخلي او اعمل توصيله بقناه مدرستنا اخليهم يسمعوا الدرس في نفس الوقت. تمام. كمان فيها مميزات لو احنا قعدنا نتكلم فيها مش هنخلص يعني. طب غير المميزات بقى اهم حاجه السؤال اللي بتسال اللي هو فكره الاتاحه، ازاي الدخول او الاكسس على هذه المنصات؟ دي نقطه مهمه جدا. عايز حضرتك تطمنا وتطمن حتى اللي بيتابعونا كل المنصات اللي حضرتك ذكرتها واهميتها طبعا لامتحانات النقل او امتحانات الشهاده الاعداديه، فكره الاتاحه والدخول اليها ازاي بتتم؟ طيب بص حضرتك، اي ولي امر مجرد ما يعرف اسماء هذه المنصات او يعمل سيرش عليها هيبقى لينكات دخولها سهل جدا، عشان هي متداوله في النت، والنت لما يحصل فيه بحث عن موقع معين بتلاقيه بيظهر في اول ايه؟ بيبقى في الاولويات البحث. بالظبط كده. فبالتالي ولي الامر لو عمل بس كده بحصص مصر على الانترنت هتطلع له حصص مصر. في بعض البوابات خلي بالك، في بوابات مجانا اللي هي بتفتحها وزاره التربيه والتعليم، وفي بوابات خاصه بفلوس. فهنا الطالب في الغالب بيخش المنصات المجانيه بتاعه وزاره التربيه والتعليم، في منصات بيخشها بسهوله جدا، اول ما يخش يلاقي الحاجه موجوده هنا، منها موقع اللي هو بنك بتاع موقع وزاره التربيه والتعليم الالكتروني بتاع وزاره التربيه والتعليم، انا دخلته بنفسي وجبت كل الصفوف الدراسيه ودخلت وشفت الحاجه جميله جدا. فهنا في مواقع بتخش سهل جدا، في مواقع ثانيه لازم تعمل اكونت عليها، والاكونت ده بيبقى في الغالب بالايميل الموحد اللي مع طلاب المدارس بتوعنا، بيخش طالب بيسجل اسمه والايميل بتاعه ده بياخده من المدرسه عادي. اه بالظبط يا فندم، ويعمل باسورد والايميل بتاعه ويخش بيلاقي الدنيا بقى قدامه واسعه جدا. فبالتالي هنا الاتاحه سهله جدا لاي طالب ان هو يخش فيها، بس المهم ان احنا نوعي اولياء الامور بالطلاب بوجود هذه المنصات. طيب ده بيبقى شيء مهم جدا بالنسبه لطلبه الشهادات، لكن بالنسبه لطلبه صفوف النقل، البعض بيبقى شايف ان امتحان صفوف النقل بيبقى جاي من المدرسه، فانا محتاج بقى ابص على الحاجات دي من المنصات ولا لا؟ هل فعلا بتقدم لطلبه النقل محتاجينه؟ هل فعلا بتقدم تدريبات بالشكل اللي هم عايزينه؟ ممكن تبقى جايد او ممكن تبقى يعني توجيه للمدرسين
اللي موجودين في المدرسه؟ بص يا فندم، ده بيتوقف بدرجه كبيره جدا على اولياء الامور. تمام، الطفل لا حول له ولا قوه، وكمان الطفل انت عارفين في المجال التكنولوجي الطفل مين اللي لا حول له ولا قوه يا دكتور؟ احنا الاهالي اللي لا حول لنا ولا قوه. ما بالفعل، لا انا قصدي على حاجه ثانيه، الطفل لو انت سبت له الانترنت هيخش المواقع اللي احنا عارفينها، التيك توك والكلام ده كله، لكن المواقع التعليميه هنا بيبقى دور الاب والام مهم شويه. طيب هنا اولياء الامور في اغلب الاحوال لو هم عندهم وعي ودرايه كويسه هيخشوا هذه المنصات التعليميه، هيلاقوا فيها حاجات جميله جدا قد لا تتوفر في المدرسه، المدرسه ايا كان بيبقى مواعيدها قليله والحصص قليله والكلام ده كله. طب انا لما اخش المنصه التعليميه انا يمكن هنا استغنى عن الدرس اللي الطفل بتاعي بيروحه. تمام؟ انا لما اخش المنصه التعليميه ببقى ضامن ان الشرح فيها والاسئله فيها دقيقه وعلميه 100%. خصوصا ان الولاد دلوقتي كتير منهم بيلجا للاونلاين. بالزبط. بيوفر وقت، بيوفر حركه. جميل. على الطلبه وبيوفر حركه على المدرسين، بيقدر ياخد عدد وطبعا اقل في التكلفه الماديه، وبياخد عدد اكبر، وبيقدر المدرس يتواصل مع واحد 1 تو 1 يعني. بالظبط زمان. واقول لحضرتك حاجه مهمه جدا اللي انا قلت عليها في الاخر، هي الاسئله صح. خلي بال حضرتك احيانا، وانا باعتبار متخصص في التقويم التربوي وفي انواع الاسئله، الطالب بيجاوب عليها غلط ليس بسبب ان الطالب مش عارف المعلومه، لكن بسبب ان السؤال نفسه مصاغ بشكل خاطئ. فبالتالي هنا العمليه هنا عمليه تعود ان الطفل لما يخش هو والده مثلا او والدته ويتابعوا معاه، يخش البوابه دي او المنصه ديت ويلاقوا فيها دروس مشروحه بشكل تفاعلي جميل جدا وجذاب وسالمين الوان وحركه ومواصلات صوتيه وبصريه والكلام ده كله، هيتعود عليها. هيلاقي كنز مش موجوده في اي كتاب خارجي. خلي بالك احنا عايزين نشير برضك لمشكله الكتب الخارجيه اللي وصلت هذا العام، ان الكتب غليت بشكل مبالغ فيه. هنا ديت اكبر عوض عن ده بديل كمان للكتب الخارجيه بشكل كبير، بديل ممتاز، ويستفيد منه الطالب ويشوف كمان نماذج لشكل الامتحان اللي هيشوفه. منصه مهمه جدا لطلاب وطلاب اللي داخلين على شهاده الاعداديه، ودايما سنوات الشهاده دي تبقى مهمه جدا في البيوت المصريه. يعني الشهاده الاعداديه دي منها من الشهادات المهمه. منصه اي جي اكزام، ودي منصة امتحانات مصر، منصة مهمة جدا، حابين نعرف تفاصيل عنها أكتر واللي بتتيحه لطالب شهادة الإعدادية. طيب منصة امتحانات مصر من الأشياء العظيمة اللي هي أنشأتها وزارة التربية والتعليم من ضمن توجه الدولة نحو رقمنة التعليم. طيب منصة امتحانات مصر يا فندم ممتازة ممتازة ممتازة، أنا دخلتها فيها بوابة للمدرسين وفيها بوابة للطلاب، كل واحد بيعمل برضك أكونت عليها بالطريقة اللي أنا قلت عليها من شوية. الطالب لما يخش عليها بالإيميل الموحد. أيوة يا فندم. الطالب لما يخش عليها يا فندم هيلاقي فيها كل أنواع التعليم في مصر. تعليم حكومي، تعليم أزهري، تعليم أمريكي، أي جي، كل حاجة. بعد ما يختار مثلا التعليم الحكومي، مش بس مرتبطة بالتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، يعني بالنظام التعليمي الخاص بتاع التربية والتعليم، كل أنماط التعليم، كل الشهادات. بس في حاجات اتغذت واتملت معلومات، وفي حاجات لسه في سبيل إنشائها. طيب الطفل مثلا او الطالب دخل وخد التعليم الحكومي، هيخش يختار مثلا المرحله، نفس الكلام اللي قلته من شويه، المرحله مثلا الاعداديه. فيها بقى ميزه، اول حاجه ان فيها امتحانات انت بتاخد الماده، خدت مثلا الدراسات الاجتماعيه. ايه اللي بيحصل؟ بيعرض لك يقول لك في امتحانات متخصصه، يعني متخصصه ان هي في فصول دراسيه معينه داخل الكتاب، وفي امتحانات عامه. طب انا دلوقتي شغال طول السنه، اعمل ايه؟ خلصت درس مثلا عن ثوره 52، افتح الاسئله بتاعتها، خلي بالك دي كلها اسئله فقط، تمام؟ افتح الاسئله بتاعت ثوره 52 هلاقي كنز اسئله، تمام؟ الاسئله دي بقى متنوعه. هلاقي بقى اجابات الاسئله دي؟ بالظبط. ولا انا اللي هجاوبها ويطلع لي انا صح ولا غلط؟ لا طبعا، لو انا بصيت الاجابه مش هينفع، لازم انا اجاوبها الاول يا فندم. الاسئله دي بقى متنوعه، يمكن يجيب لك سؤال ما النتائج المترتبه على، ممتاز، صح وغلط، السؤال الثاني صح وغلط، مفيش مشكله، السؤال الثالث التكمله، السؤال الرابع كذا. طب الطالب مثلا خلص وبيديك هنا عداد على اليمين يقول لك مثلا الامتحان ده 30 سؤال او 40 سؤال او 60 سؤال عشان تبقى عارف. طيب انا وصلت لسؤال 60، بعمل بعد كده حاجه اسمها النتائج، بيديني بقى فيدباك، يقول لك السؤال الاول كانت اجابته صح او غلط، او الاجابه بتاعته صحيحه كانت كذا. فهنا الطالب مجرد ما ياخد الفيدباك هنا بيعمل تعديل لاجاباته لو فيها خطا، فبيعرف الاجابه السليمه. وكمان من وظائفها يا فندم ان هي بتدي للطالب مؤشر على نقاط ضعفه في الدروس المختلفه، خلي بالك انت النقطه ديت مش مذاكرها كويس فارجع ذاكرها. طيب يبقى انا الطريق الاول ان انا باجي على كل درس بشوف الاسئله بتاعته، وده بديل ممتاز للكتب الخارجيه والاسئله اللي بيضعها بعض المدرسين غير المتخصصين. تمام. البديل الثاني يا فندم الامتحانات العامه.
اللي هي وقتها دلوقتي. ان الطالب هنا يا فندم ايه اللي بيحصل؟ ان هو بيخش ياخد لك امتحان مثلا عن ماده الدراسات الاجتماعيه. طب واحد هيقول لي ايه الفرق بين الامتحان العام والامتحان المتخصص؟ طبعا في فروق كبيره كل الناس عارفينها. من هذه الفروق يا فندم فرق جوهري، الامتحان العام يمكن يربط بين اكتر من درس. طبعا تمام، مراجعه بقى بانوراما رؤيه شمس. بالظبط. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، دايما بنشوف اهتمام بالمدارس الناطقه باللغه العربيه والمدارس كمان اللي بتدرس الحكوميه يعني المصريه اللي بتدرس باللغه الانجليزيه، لكن قد يكون في بعض الاحيان المدارس الفرنسيه والمدارس الالمانيه بعض اللغات بصفه عامه مش بتكون كل حاجتها مغذاه على الاماكن المختلفه والمنصات المختلفه. هنا بقى البديل ايه؟ عندنا حاجه مثلا زي الترجمه، عندنا حاجه زي مواقع معينه مثلا تساعد في الترجمه لو ما كانش متاح يتم تغذيتها سريعا؟ طبعا هجاوب على حضرتك في نقطتين. اول حاجه منصات تعليميه ديت هي مجهزه لمخاطبه هذه الفئات، لكن لسه الحاجه دي ما قامتش بالفعل وما اشتغلتش بالفعل. الحاجه الثانيه كده كده الانواع التعليم ديت بيبقى ليهم انماط معينه او منصات معينه هم عارفينها وبيخشوا عليها، فالعمليه بالنسبه لهم بتبقى سهله. تمام. طب هروح مع حضرتك لبنك المعرفه المصري، وبنك المعرفه يعني مهم جدا في التعليم الرقمي، او صيحه مهمه جدا جديده في التعليم الرقمي بيستفيد منها بس مش طلاب المدارس، طلاب الجامعات والباحثين وباحثي الماجستير والدكتوراه واساتذه الجامعات. صحيح، بحوث الترقيه لاساتذه الجامعات. فهي بنك فعلا اسم على مسمى، بنك المعرفه المصري. ازاي الطالب يستفيد من هذا البنك؟ وازاي كمان وحضرتك استاذ في التقويم التربوي هنا يبقى في فكره المستويات المختلفه، ان انا اقدم مستويات مختلفه من المعرفه تفيد الطالب في دخوله الامتحان. بص يا استاذ محمد، انا لما كنت بعمل ماجستير ودكتوراه كنت بروح الجامعه الامريكيه وادفع اشتراكات واعمل داونلود وادفع فلوس قد كده. فعلا من الانجازات العظيمه للدوله المصريه اللي احنا كلنا ممتنين فيها بها، من اول باحث من اول معيد لغايه اساتذه، هي بنك المعرفه. وفر علينا جهد كبير جدا وعناء كبير جدا، اللي احنا بقينا بنخش على قواعد البيانات العالميه، اللي احنا بننزل اي سيرش او اي بحث فور تيكس من اي مكان في العالم. يعني احنا دلوقتي في 24 الاقي بحث لسه نازل امبارح جاي لمصر دلوقتي. ايوه ده احنا كنا بنروح المكتبه ونقعد يوم كله وناخد الكاريون معانا علشان نصور كميات مهوله، ونقعد في الصيف من الساعه 8 ل 3، بعد 3 مفيش تصوير. تمام، في اليوم وعندك عدد معين من الورق تصوره 10 صفحات في الكتاب الواحد، ممكن لغايه 20 صفحه مثلا لو يعني عندك ايه اكسبشن. تلك الايام بس هم كانوا روتينيين جدا يعني ملتزمين جدا. طيب يبقى هنا الدوله المصريه وفرت لنا بنك المعرفه والمعلومات دي، وسهلت علينا الاطلاع على العالم، سهلت علينا ان احنا نجيب متغيرات بحثيه جديده نشتغل فيها. فده كله خلي بالك ادى لعلماء مصريين كتير جدا بقوا بيطلعوا من اهم علماء في العالم في السيتيشن. تمام. طيب نرجع تاني للمراحل التعليميه المبكره. طبعا في بوابه زي ما حضرتك قلت للطلاب، في بوابه للمعلمين، في بوابه للباحثين. بوابه الطلاب هتلاقي الطلاب برضه فيها مصادر معرفه لا نهائيه. تمام. الطالب خد اي درس في اي ماده ساينس او ماس او الكلام ده كله يمكن يخش على مصادر المعلومات ومعرفه المتصله بها يطلع على هذه المعلومات بنفسه. دي بتفيده بايه بقى يا دكتور؟ يعني هو مش بس كده مرتبط بالمنهج او المقرر اللي هيمتحن فيه، لا ده بتدي له معرفه اضافيه كمان. بالظبط، بتخليه بتحسن اداؤه المهاري في الامتحانات. بالظبط يا فندم. الطالب لما يشوف المعلومه ويشوفها مثلا معروضه بشكل فيديو والكلام ده بيثبت المعلومه في نفسه. واحد هيقول طب ما اليوتيوب في الكلام ده؟ لا، اليوتيوب ده يا فندم مختلف تماما عن الافلام العلميه او الحاجات العلميه الوثائقيه الموجوده في بنك المعرفه. دي حاجات عالميه وموثقه ومعتمد عليها في كل انحاء العالم، فبالتالي بيبقى ضامن ابني داخل وعارف ان المعلومه دي هتفيده. وخلي بالك الروابط النشيطه ديت مهمه جدا في عمليه التعليم، ان الطالب يكون بياخد درس معين ويجي احط له لينك معين لفيديو متصل بيه، يخش على اللينك ده يبص على الدنيا بنفسه. دي بتثبت المعلومه في ذهنه اكتر من هو يقراها بشكل نظري بحت تختفي او تتلاشى بعد مرور فتره زمنيه قليله. ده حتى موجود في الكتب بتاعه سنوات النقل من اول ابتدائي كمان دلوقتي، فكره الباركود اللي موجود في كتب الوزاره بحيث انهم ياخدوا الدرس في الفصل، وفي النصوص الاستماعيه وكده الشباب بيعملوا الباركود بتاعها ويسمعوا النص اثناء المذاكره في البيت. ده بقى موجود في كل الصفوف التعليميه يمكن تقريبا. وعلى فكره في منصه اسمها اسال،
هنا بيتعمل هنا بدل حاجه تبقى مكتوبه، لا انا يمكن اسال مدرس ويجاوبني في نفس الوقت، بالذات في اللغات والكلام ده، فدي بتخدم العمليه التعليميه بشكل جيد جدا وبتثبت المعلومه في نفس الايه الطالب. حابب اشكرك يا دكتور تامر شوقي الخبير التربوي على كل هذه المعلومات، ودعوه لكل الاباء يعني ان هم والطلاب وكل داخل امتحانات النقل او الشهادات الاعداديه انه يدخل على هذه المنصات، متاحه، الدخول سهل جدا بالايميل الموحد اللي بتاخده من المدرسه، وسهل جدا انك انت تتواصل مع هذه الاساليب التعليميه الجديده. اشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع من بعد ونستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، نافذة جديدة بنفتحها مع حضراتكم على عناوين ومنشطات الصحافة العالمية. تفاعل كبير مع عظة البابا توادروس عشية عيد الميلاد، وردود الفعل عليها على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان كان في موضوعات كثيرة جدا تناولتها الصحف والمواقع الإخبارية العالمية، بجانب طبعا الوضع في الأراضي المحتلة وحرب إسرائيل على قطاع غزة والاجتماع العاصف داخل الحكومة الإسرائيلية. خلينا في قراءة في الصحف الدولية حول أبرز الأحداث في مصر والشرق الأوسط مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد العاطي، مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد وأستاذ منى. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا منا، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبتدي على طول من CNN مع وعظة البابا توادروس بطريرك الكرازة المرقسية اللي أثارت تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات تناول فيها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وده من خلال عظة قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلينا نعرف إيه ردود الفعل اللي رصدتها CNN. يعني هي CNN اهتمت بكلمة قداسة البابا توادروس لأنها هي جاية في وقت تتزايد فيه عدد القتلى الفلسطينيين، عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين اللي وصلوا على حسب التقديرات لحوالي 22,000 الشهداء الفلسطينيين. نعم ايوه الشهداء الفلسطينيين اللي وصلوا عدد الإصابات 58، النسبة الكبيرة جدا منهم كانت من الأطفال والنساء. ركز البابا توادروس على الأزمة الإنسانية اللي بتواجهها القطاع، وخصوصا مع ارتفاع عدد الشهداء ما بين الأطفال، وقارن ورجع للخلفية التاريخية اللي حصلت أيام في الملك اليهودي هيدروس اللي كان بيتم استهداف أو بيتم قتل الأطفال اللي موجودين في بيت لحم، وتحدث حوالين الأوضاع الغير إنسانية والمجازر اللي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وده بيجي في اطار التوجه اللي بتوجهه الدوله المصريه للتركيز على الازمه الانسانيه اللي بيواجهها القطاع الاراضي الفلسطينيه، وده كان في اهتمام كبير جدا من CNN لعدد من التدوينات والتغريدات وبعض المقتطفات من كلمه البابا توادروس على المواقع التواصل الاجتماعي، وكان الحديث حوالين القضية الإنسانية وحديث البابا توادروس عن عدم اهتمام الغرب واهتمام بعض القوى الغربية بالقضية الفلسطينية أو بالتركيز على الأزمة الإنسانية اللي بيواجهها القطاع الأراضي الفلسطينية، واستشهاد عدد كبير جدا من الأطفال ومن النساء الموجودين في الأراضي الفلسطينية. طيب نروح من CNN لBBC وعنوان الحرب بين إسرائيل وغزة، التحديات الهائلة التي تواجه خطة اليوم التالي الإسرائيلية. ده الموضوع أو الهاجس اللي مسيطر على دوائر صنع القرار داخل الحكومة الإسرائيلية. ماذا سوف يحدث في اليوم التالي بعد انتهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة؟ حابين نعرف تفاصيل اللي أوردها موقع BBC حول تفاصيل هذا اليوم، وكمان الدور اللي بتقوم به الدولة المصرية من أجل وقف إطلاق النار. يعني هو التقرير اللي تناولته موقع قناة BBC تحدث حوالين ان هو في غموض في الخطة الإسرائيلية للتعامل مع ما بعد انتهاء الحرب.
تحدث حوالين عدد كتير جدا ان هو في تصريحات او في خطط بتتكلم على ان هو لابد من تحفظ اسرائيل على قدراتها للدفاع عن نفسها ما بين قوسين ان ضد بعض التنظيمات او بعض الحركات الفلسطينيه اللي بيتم استهداف العمق الاسرائيلي والحديث بصوره اساسيه حوالين حركه حماس بحيث ان هو ما يكونش في تهديد ما بين قوسين برضه للدوله الاسرائيليه. كان التركيز اساسي على الجانب الامني وكان وتحدث التقرير على حوالين ما بعد كيفيه التعامل مع قطاع غزه، وهنا عرض التقرير ان هو في خلافات موجوده ما بين الرؤيه الاسرائيليه وما بين عدد من الرؤى حتى ما بين الرؤيه الامريكيه. تحدث التقرير حوالين لابد ان يكون هناك سيطره للجانب الاسرائيلي او للقوات الاسرائيليه على قطاع غزه، وان ده بيتم رفضه من عدد من القوى الدوليه منها الولايات المتحده الامريكيه اللي هي بترفض ان هو اعاده سيطره الاسرائيل مره ثانيه على قطاع غزه. وكان القضيه الجدليه او القضيه اللي هو ركز عليها التقرير وكان فيها اختلاف حوالين دور السلطه الفلسطينيه. الجانب الاسرائيلي لا يرضى ان يكون يعني لا يحبذ ولا يفضل ولا يسعى الى ان تكون السلطه الفلسطينيه دور في اداره قطاع غزه باعتبار انه بيسعى الى الفصل ما بين قطاع غزه والضفه الغربيه، وده اشار التقرير ان هذا مرفوض. ياتي هنا دور الدوله المصريه او موقف الدوله المصريه. الدوله المصريه دورها واضح جدا في هذه القضيه. التقرير تحدث حوالين هو عملية التهجير أو لابد من تهجير عدد من الفلسطينيين وأشار إلى اتصالات ما بين الحكومة الإسرائيلية وعدد من الدول الإفريقية. مصر هنا كانت واضحة جدا في هذا الإطار بأن هو لن تسمح بعملية تهجير الفلسطينيين من أرضهم لأن هذا جزء جدا من أراضي الدولة الفلسطينية ولن يحل على مصالح أو على أطراف بعض الإقليمية وعلى مصالح الجانب الفلسطيني أو سكان قطاع غزة. الجزء الثاني اللي يتم الحديث عليه وهون هنا مختلفين حوالين ما بين الرؤيه الاسرائيليه والرؤيه المصريه هو دور السلطه الفلسطينيه. مصر طرحت عدد من الرؤى لاداره اليوم التالي ما بعد انتهاء الحرب. كان هناك حديث وهناك توافق ما بين الرؤيه المصريه ورؤيه الولايات المتحده الامريكيه والرؤيه الغربيه بان يمكن الاعتماد على دور للسلطه الفلسطينيه في هذه في اداره قطاع غزه. الجزء الثاني اللي تحدث عنه التقرير وممكن يبقى فيه اختلاف ما بين الرؤيه المصريه وما بين الرؤيه الامريكيه، تحدث على وجود بعض القوى الدوليه وبعض القوى الاقليميه اللي هي تكون موجوده في قطاع غزه للحفاظ على الامن. مصر بترفض هذه الرؤيه باعتبار ان هو يكون في موجود ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه لابد ان يديرها هم اصحابها مع بعض من الدعم الدولي. ده بيقول ان هو في تخبط في الجانب الاسرائيلي في كيفيه التعامل مع اليوم التالي لهذه الحرب، وبيدينا القضيه الثانيه ينقلنا الى ان الجانب الاسرائيلي ليس لديه خطه واضحه لهذه الحرب. طيب خلينا نتكلم عن هذه الخطه اكتر. وسكاي نيوز اللي اتكلمت عن تفاصيل اجتماع الحكومه الاسرائيليه واللي شهد اعتراض كبير من وزراء نتنياهو واتهامات يمكن ناس كتير تبعتها في اجتماع وصفته اغلب الصحف بالاجتماع العاصف، ايه اللي شاهده الاجتماع والخلاف كان عليه؟ ده برضه بينقلنا ان هو في عدم وضوح للرؤيه الاسرائيليه. كان الاجتماع بالاساس قايم ان هو في جزء جدا من الجانب العسكري اللي تم توجيه عدد من الاتهامات لبعض اعضاء الحكومه اليمنيه. اول مره نلاقي حكومه يمنيه متطرفه تتضمن عدد من وزراء في مناصب مهمة في الحكومة الإسرائيلية متطرفة، وجهوا انتقادات لي. وهنا برضو بيرجعنا للخلاف حوالين ما بين الرؤية الإسرائيلية للتعامل مع غزة، إنه جزء جدا من الجانب المتطرف أو اليميني إن هو بيرفض الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 2005، وبيشوف إن هو جزء جدا من الأزمة اللي بتشهدها إسرائيل مع صعود حركة حماس وتهديد حركة حماس للعمق الإسرائيلي في 7 أكتوبر ده جاي في اطار الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه، وبيدعو الى اعاده الاحتلال ثاني مره لقطاع غزه. ده قدم توجه عدد كبير جدا من الانتقادات لهذا التيار او وزراء الخارجيه اليمنيين، قدموا عدد جدا من الانتقادات للجيش الاسرائيلي خصوصا في الحديث حوالين
إعادة تحقيق لما جرى في 7 أكتوبر للوقوف على الإخفاقات. هو كان وجهه عدد من الانتقادات باعتباره هو المسؤول، هذا التيار اللي هيتم التحقيق في الهجوم 7 من مارس، بيقولوا ان هو المسؤول عن هجوم 7 مارس وان هو بيواجه عدد جدا من الاخفاقات. وهنا بيقول ان هو في خلاف ما بين الحكومه الاسرائيليه، ووجهه عدد من الانتقادات من الوزراء اليمنيين وبعض من وده طبعا استاذ عمر يعني ضد ما يقوم به نتنياهو. نتنياهو يرفض تماما فكره فتح اي تحقيق اثناء الحرب، وبيقول انه التحقيقات يجب ان تفتح بعد انتهاء الحرب وتحقيق اهدافها. حابين نختم مع حضرتك جولتنا الصحفيه من ساندي تايمز البريطانيه بخبر يعني حقيقه خبر مبهج، اختيار مصر ضمن اهم الوجهات السياحيه العالميه المفضله لقضاء اجازه عائليه. ايه المقومات اللي ذكرتها تايمز البريطانيه لاختيار مصر كاهم وجهه سياحيه؟ يعني هي التايمز وهي بتختار عدد من المواقع او من الدول او المواقع الاثريه اللي بيتم اللي هي بترشحها بتكون موجوده على اجنده الزائرين او السياح، هو تم التركيز على قضيه على تاريخ مصر وخصوصا الحضاره الفرعونيه والمومياوات والاهرامات، وكان في قضيه هي ما كانش مركزه عليها هي قضيه الامن اللي بدات تشهده مصر، يعني هي ركزت على الجوانب ما تتمتع به مصر من قيم ومن حضاره ومن مناطق سياحيه، واتكلمت حوالين ان هو ممكن ياخد القطار من القاهره الى اسوان ويشوف الاثار الموجوده التاريخ المصري، وبعض ممكن ياخد فلوكه في النيل يعني ويستمتع بالجو المصري، واتكلم على ان هو في ظل عدد من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الموجودة في الدول الأوروبية ممكن مصر بتكون دولة يعني مناسبة للسياحة، وده جاي في إطار الترويج المصري للي حصل للسياحة، جاي في إطار اللي هو ما تشهده مصر من استقرار وأمن خصوصا بعد فترة من التنظيمات الإرهابية ونجاح مصر في محاربة التنظيمات الإرهابية، اللي هي مصر دولة مستقرة في ظل مربع يشهد من عدم الاستقرار. هو ده اللي احنا شايفينه ولا يخفى على أحد الدور المصري اللي ساهمت به في استقرار المنطقة بصفة عامة ككل. كل شكر ليك الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد العاطي عفوا، مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك. كل الشكر ليك وبنصبح عليك دايما معانا في صباح الخير يا مصر. نروح لموضوع تاني، دراسات علمية وخبراء دوليين حذروا من خطر التطورات الجديدة في التكنولوجيا اللي بتشتغل على الذكاء الاصطناعي. طبعا في جوانب إيجابية وسلبية ليها، بعض الخبراء أكدوا أن 2024 هيشهد زيادة كبيرة جدا في حجم الجرائم الإلكترونية، ده عشان لازم يكون في توعية كبيرة بمخاطر المحتملة وإزاي ممكن نتفادى الجرائم الإلكترونية من جراء تطبيق الذكاء الاصطناعي خلال 2024. خلينا نعرف إزاي نحمي نفسنا من المخاطر المحتملة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. بنرحب بدكتور أمير رشدي، أستاذ مساعد هندسة الروبوتكس والميكاترونكس بالجامعة الألمانية بالقاهرة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك وسنه سعيده على حضرتك وكل المشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله. توقعات دوليه وابحاث ودراسات بتاكد ان 2024 هنلاقي فيها تحولات كبيره في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، الكلام ده حضرتك شايفه من انهي وجهه نظر وهينعكس على الناس ازاي يا دكتور امير؟ حقيقي الصراحه احنا سنه 2024 هي تعتبر سنه الارتفيشال انتليجنس او سنه الذكاء الاصطناعي، خاصة إن احنا السنة اللي فاتت من أقل من 10 شهور يعني كانت في بداية 23 حصل طفرة كبيرة في أنظمة استخدامات الذكاء الصناعي، بدأت الناس كمان مش بس في المعامل وفي الجامعات، لا الناس اللي معاها أي حد معاه موبايل يقدر دلوقتي كان بيشتغل بيه السنة اللي فاتت. الفترة اللي جاية إن شاء الله اللي هي سنة 24 الفكرة إن احنا في دلوقتي نقدر نلخص عندنا اربع محاور هيشتغلوا فيها سواء الشركات او الجامعات او المراكز البحثيه في موضوع الذكاء الاصطناعي. هي مش بس ان احنا هيبقى عندنا تطبيقات اكتر، احنا لو بنتكلم على اول 23 من اول تقريبا شهر مارس كان في سنه 23 كنا بنتكلم على 2-3 ابلكيشنز، النهارده عندنا اكتر من حوالي 500 لابلكيشنز
تقدر الناس او عامة الناس تقدر تشتغل بيها في جميع مناحي الحياة. استخدامات الذكاء الصناعي وتطويراتها هتبدأ مش بس في الابليكيشنز ده، في شركات زي وجامعات زي جامعة كاليفورنيا سان دييجو بدأوا يشتغلوا على تطوير الماتيريال، المادة الخام أصلاً اللي هي بتتعمل في الرقائق الذكية أو نقول الشرائح الإلكترونية اللي بيتم تطبيق أنظمة الذكاء الصناعي عليها، بيستخدموا مواد جديدة اسمها أكاسيد الفانديوم. وأكاسيد الفانديوم دي هي هتبقى مادة بتريبليس أو بتغير أو مكان مواد السيليكون اللي هي كان بيتم تصنيع منها الرقائق الإلكترونية، وده هيدي طفرة أكتر في كمية الداتا أو جميل. الداتا أناليسيس أو تحليل البيانات بشكل أقوى. شركات زي نيورال نتورك، زي نيورال زي نيورال نيورلينك اللي هي بتاعت تسلا، إيلون ماسك هيبدأ خدوا خلاص ابروفال السنه اللي فاتت في 23 ان هم يقدروا يحطوا تشيبس جوه المخ البشري، فده يقدر يعالج بعض من الامراض وممكن كمان بيساعد في ده حاجه انجاز اسمها اظن هيبقى مهم جدا للبشريه، زي ما حضرتك بتقول كمان فكره ان وضع رقائق بسيطه في المخ البشري وكمان التنبؤ ببعض الامراض وغيرها، ده كله الجانب الايجابي وهيزيد طبعا في 2024. حابب اسال حضرتك دكتور امير حول هذه الدراسات الجانب السلبي، يعني الجانب الخاص بالجرائم الالكترونيه، التحايل على الذكاء الاصطناعي، شايفه ازاي في 2024 كما تحذر بعض الدراسات؟ الفكرة هي موضوع يعني تزامني، بالتزامن مع الكلام الطفرة التكنولوجية الكبيرة نقدر لازم نتكلم كمان على الطفرة الأخلاقية أو صحيح. الطفرة الأمنية اللي هو السايبر سيكيورتي، إزاي نحمي البيانات دي. فهي مش بس إن أنا يبقى عندي إمكانية إن أنا نطلع أبليكيشنز أكتر، وده متواجد حاليا في الوقت الحالي، لكن الفكرة إزاي بنحمي البيانات دي. حماية البيانات دي بيتزامن حاليا مع أغلب الشركات اللي هي نقول العمالقة الـ Artificial Intelligence زي شركة أوبن أي أي اللي هي عندها منتج تشات جي بي تي أو جوجل براد وكو بايلوت من مايكروسوفت. الثلاث شركات دول حاليا بيشتغلوا على أنظمة حماية الداتا سيت أو البيانات الرقمية، بمعنى حاجتين: إن أنا يكون عندي أول حاجة تعريف بالبرودكت اللي طالعه، المنتج اللي بيطلع عن طريق الذكاء الصناعي ده، إن يتم التعرف عليه، يعني يتم التعرف على إن المحتوى اللي قدامي ده إنتاج أولاً صناعة يعني بالذكاء الاصطناعي، علشان فكرة إن أنا يبقى عندي كل الداتا المتاحة قدامي هي أبقى بصنف مين إنتاج بشر ومين إنتاج مكنة أو ماشين. ده أول تطبيق إحنا لازم نفهمه. تاني تطبيق اللي هي الحوكمة، نقول إدارة المخاطر أو إدارة الأمن على الداتا دي، إزاي نقدر نحمي ده. ودي برضو بيبقى ليها زي artificial intelligence تاني مقابل، زي بيبقى حاجة اسمها generative اللي هو يقدر يحلل البيانات ويعمل analytical study ويبدأ يأمن الداتا دي، لأن استخدامات الداتا الكتيرة دي زي ما لسه بنقول إن ممكن يبقى فيه تشيب جوه مخ بني آدم أو في قلب بني آدم بتعالجه أو بتاخد منه شوية إحصائيات، ده مشكلة كبيرة، لأن أنا بالتالي ممكن يحصل تهديد لبني آدم ده، إن أنا ممكن أعمل أتحكم في المخ ده أو أتحكم في المرض اللي عنده، ودي تبقى مشكلة. لكن الفكرة كلها إن السايبر سيكيورتي ده تطور برضو إن بارلل بيمشي بالتزامن مع التطور اللي بيحصل سواء في الجنريتيف اي اي أو البرسبشن اللي هو الوعي اللي بيحصل في الابليكيشنز دلوقتي. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور أمير رشدي أستاذ الميكاترونكس بالجامعة الألمانية بالقاهرة. صباح الخير على حضرتك. دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح مع دينا شرف في جولة لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، تفضل يا دينا. شكرا لك يا منى، أهلا بكم في جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا، ومنتخب مصر اللي حقق الفوز على المنتخب التنزاني بنتيجة 2-0 في المباراة الودية باستاد القاهرة قبل السفر إلى كوتيفار للمشاركة في أمم إفريقيا. سجل هدفي منتخب مصر في تنزانيا الثنائي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح في الدقيقتين 32 و73 من عمر المباراة.
منتخب مصر لكرة اليد فاز على المنتخب النرويجي بنتيجة 28-23 في ثالث مواجهات الدوري الذهبي المقام بالدنمارك، ده في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية واللي هتستضيفها مصر في الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري. فريق ليفربول الإنجليزي تأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2-0 في إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على هيدرسفيلد تاون بنتيجة 5-0 في إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي. فريق نابولي خسر امبارح امام تورينو بنتيجه 3-0 في المباراه اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجوله 19 من عمر مسابقه الدوري الايطالي لكره القدم. فريق ميلان فاز على فريق امبولي بنتيجه 3-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجوله 19 من الدوري الايطالي، وبالنتيجه دي عزز ميلان يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 39 نقطه، بينما تجمد رصيد فريق امبولي في المرتبه 19 برصيد 13 نقطه. وبكده خلصت جولتنا الرياضيه، هرجع مره ثانيه لمحمد ومنى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. يعني هناخد من النشره الرياضيه او الجوله الرياضيه الخبر الابرز، فوز منتخب مصر امبارح على منتخب تنزانيا بنتيجه 2-0 في المباراه الوديه لمنتخبنا الوطني قبل المشاركه في كاس الامم الافريقيه بكوت ديفوار، كانت كده بروفا اخيره قبل سفر المنتخب الوطني لكوت ديفوار. خلينا نعرف بقى تفاصيل اكتر عن المباراه، الاستفاده اللي حققها المنتخب المصري من المباراه دي قبل السفر للعب امم افريقيا. معانا ايمن ابو عايد الناقد الرياضي، صباح الخير عليك يا ايمن. صباح الخير عليك يا استاذه منى واستاذ محمد، وتحياتي ليكم. صباح الخير على مصر، اجمل برنامج والبرنامج اللي بيعبر عن صوره مصر في العالم كله. وكل سنه وانتم طيبين، وكل الشعب المصري بخير بمناسبه اعياد الميلاد واخواننا المسلمين شركاء الوطن. كل سنه وحضرتك بالف صحه واحلى صباح مع حضرتك. شفت ازاي فوز منتخبنا امبارح على تنزانيا؟ هو ما فيش شك، هو فوز معنوي طبعا، بيأكد قوة المنتخب الوطني وبيدي دفعة كبيرة، خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللاعبين وتشجيعه لهم، كل هذا بيدي دفعة معنوية كبيرة. ومنتخب مصر دائما في كل مثل هذه البطولات الأفريقية دائما من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، واتمنى ان احنا ان شاء الله في هذه البطوله نعوض البطولتين الاخيرتين اللي احنا كنا خسرناهم في مباريات نهائيه، وان ان شاء الله منتخبنا وبقياده الكابتن محمد صلاح طبعا النجم الفرعوني اللي هو يعني مال العالم كله دلوقتي، اعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين على تحقيق البطوله. وشايف انه التجربه كانت معنويه، انك انت كسبت مباراه، جربت اللعيبه، شفت اللعيبه بالذات كمان اللي هم كان عندهم اصابات ولسه راجعين من اصابات، اطمئنيت على ده، اصبح عندك تكه احتياطي قويه، اصبح عندك اساسيين تقدر تطمئن عليهم في الاستمرار. طب استاذ ايمن، بصراحه استاذ ايمن، شفت البروفا النهائيه قبل السفر امبارح ازاي ماتش مصر مع تنزانيا؟ رغم الفوز في بعض الملاحظات شويه على اداء الفريق، احنا طبعا محتاجين اداء اقوى واحسن، ويعني قبل ما نروح لكاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار ونلعب الماتش الاولاني مع موزمبيق، في اراء كده وناس بيقولوا لا محتاجين اكتر ده من فريقنا. شفت مواطن القوه ايه، مواطن الضعف في البروفا الاخيره امبارح ازاي؟ بص حضرتك، كلنا مع المنتخب الوطني، يعني احنا يعني حته الكلام والجدل على التشكيل والاختيارات والانتقاد، احنا خلاص احنا داخلين على بطوله، فلا نملك الا ان احنا نبقى سبورت او في ظهر المنتخب، وكلنا بندعم المنتخب وبنتمنى لهم كل التوفيق وانهم يروحوا ويعودوا بالبطوله ان شاء الله. لكن هو طبعا انا مش هقدر اقول امبارح يعني بروفا جنرال، ليه؟ لانه المدير الفني ما عملش ده، لان هو بدا حتى بالمصابين اللي هم ممكن مش هيشاركوا في البطوله، زي محمد صبحي في حراسه المرمى، يعني في الاساسي هو محمد الشناوي. برضو انا شايف اني لسه راجع من اصابه، شايف برضو فتوح لسه راجع من فتره غياب عن المشاركه، فهو حب يشوف دول، لكن ما هياش نقدر نقول عليها
بروفا جنرال، او كنت اتمنى طبعا، وانا كواحد يعني من نقاط الرياضيين كنت اتمنى ان هو يبدا هذه المباراه بالتشكيل اللي هو ممكن يلعب بيه او الاكثر جاهزيه عشان نقدر نشوفه في المباراه، لكن هو حب يدينا صوره ان انا بطمئن على اللعيبه، وبالذات كمان اللي كان حواليها لغط انه ده لسه راجع من اصابه، ده ما بيشارك مع فريقه، فهو حب يلعبهم يديهم يعني زي ما بيقولوا دفعه معنويه او ثقه ان انتوا اساسيين وهتكونوا اساسيين عندي. لكن ما اقدرش اقول انها بروفا، لان يعني مش ده اللي هنلعب بيه، ولا المستوى اللي هيكون عليه المنتخب برضه في كاس الامم الافريقيه. هي مباراه موزمبيق ربما تتشابه الى حد المستوى مع تنزانيا، لكن كل مباراه لها ظروفها، ربما هو فريق مجهول لينا شويه دلوقتي، لكن خلينا ما نستعجلش اصلا في الحكم على المنتخب. لكن طبعا ما فيش شك خط الهجوم لا غبار عليه طبعا، بوجود الثلاثي مع تريزيجيه مع مرموش، كل ده بيدي، لكن خط هي ربما المشكله الاساسيه اللي ربما يواجهها مستر فيتوريا هي برضو الاصابات والتغييرات اللي في خط الظهر. لكن خط الوسط عندك مزدحم، كان طبعا يعني التشكيله عنده يعني بالاساسيين والاحتياطي النص مليان، لكن هو هيلعب بفكر ايه؟ هيبقى محتاج منه بعيدا اللي نقدر نحكم عليه في المباريات اللي جايه، من مباراه موزمبيق ثم مباراه غانا ثم الراس الاخضر، حتى المستوى متدرج. يعني انت هتلعب موزمبيق ثم غانا، فريق كبير واسم كبير طبعا، لكن مش هقدر احكم على المنتخبات الافريقيه المشاركه الاخرى وقوه منافستها الا بعد الجوله الاولى عشان تقدر تشوف المنتخبات كلها وتقدر تحكم عليها. طيب فيتوريا كان قدامه يعمل ايه تاني وهو عنده اصابات متكرره عماله تحصل، وهو مش المفروض انه يتحاسب على الاصابات دي؟ اللعيبه جايه مرهقه من فرقها، واللعيبه جايه مرهقه من يعني عليهم جهد تدريبي كبير من المباريات الكتير اللي كانوا بيلعبوها، بقى سواء اللاعبين اللي جايين من مختلف الانديه. المفروض فيتوريا يتصرف ازاي في الفتره القادمه، وايه اللي المفروض اللاعبين كمان يقوموا بيه؟ اولا بحييكي جدا استاذه منى على سؤالك، بحييكي لانك انت اتدربت على وتر حساس جدا، ان احنا كنا بنحذر من ده وقلنا اللاعبين مرهقين، اللاعبين عندهم ضغط مباريات عالي جدا، مفيش فترات راحه سلبيه للاعبين، الجدول مضغوط ومزدحم، ايضا اتحاد كره القدم هو الذي سبب في ذلك، ايضا اصراره على اقامه دوري بطوله السوبر الافريقيه السوبر المصريه اللي اتعملت في الامارات بمشاركه اربع فرق منها قوام اساسي للمنتخب الوطني بالاضافه الى الزمالك، ده يعني حملهم حمل وضغط بدني ونفسي كبير جدا، بالاضافه الى الارهاق اللي احنا فيتوريا كان مضطر ان هو ما عملوش غير ده، لانه اتحاد كره القدم لم يساعده ولم يوفر له. اتمنى طبعا انه حتى يبقى في فتره تجمع اطول من ذلك، المنتخبات المصريه على مر تاريخها لما يكون في معسكرات طويله او في فتره تعايش بين اللاعبين فترات اطول او بنقول في الدورات المجمعه، بيبقى ادائهم اقوى وافضل من انك انت تلعب مباريات ذهاب وعوده. فانا شايف ان هو بيدفع ثمن ضغط المباريات وثمن عدم تنسيق اتحاد كره القدم او رابطه الانديه مع المسؤولين على المنتخب الوطني وتوفير له فترات لاعداد معسكرات لاقامه معسكرات. هو ده اللي بنتمناه فعلا، التنسيق، وده يمكن واحد من اهم الحاجات اللي يمكن تفرق بشكل كبير جدا في الفتره القادمه. كل الشكر ليك الاستاذ ايمن ابو عايد الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء، موجز التاسعه صباحا مع زميلتنا دينا شرف، اتفضلي دينا. شكرا لك محمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل بمناطق خان يونس ورفح ومخيمي جبلية والمغازي بقطاع غزة، مع أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وأوضحت الفصائل الفلسطينية مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بعد استهداف دبابتين وجرافة وتفجير نفقين وألغام في قوة إسرائيلية
شرق مخيم البريج، كما تم قصف حشد لجنود وأليات للقوات الإسرائيلية بوابل من قذائف هاون في منطقة الكتيبة وسط خان يونس. قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سقانهم كل يوم في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها أن 1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية العدوان، مشيرة إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال تمت دون تخدير. وأضافت المنظمة في أن القطاع يفتقد الكوادر والمعدات الطبية للقيام بمثل هذه العمليات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأوضحت مصادر فلسطينية أن تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية اقتحمت المدينة وسط مواجهات مع الفلسطينيين. وفي الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم العروب، كما أصيب فلسطينيان خلال مواجهات اندلعت في بلدة يطا جنوب الخليل عقب اقتحامهما من قبل قوات الاحتلال. يعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات مع الإمارات والسعودية اليوم قبل أن يسافر إلى إسرائيل، بعد أن حذر من أن الحرب في غزة قد تنتشر في المنطقة بدون جهود سلام ملموسة. وأكد بلينكين خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أن الصراع في غزة قد ينتشر في أنحاء المنطقة ويسبب المزيد من انعدام الأمن والمعاناة إذا لم يتم بذل جهود سلام منسقة. وزار بلينكين الأردن وقطر قبل أن يتوجه إلى الإمارات لإجراء محادثات في إطار جولة له بالمنطقة تشمل أيضا السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر. اختارت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك للانضمام إلى هيئة قضاء بمحكمة العدل الدولية، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بالمحكمة في الفترة من 11 إلى 12 من يناير في لاهاي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024. وقال بايدن في بيان له أن اقتراح التمويل من قبل الحزبين الذي وافق عليه القادة في الكونغرس يجعلنا أقرب إلى منع إغلاق الحكومة غير الضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة، مشيرا إلى أن الميزانية التي خصصها مشروع التمويل تلبي متطلبات البيت الأبيض. ورياضيا، فاز منتخب مصر على نظيره التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. سجل هدفي منتخب مصر محمود تريزيجيه ومحمد صلاح في الدقيقتين 32 و73 من عمر المباراة. هذا ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق في 7 مساء الأحد المقبل في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وفي الجولة الأولى من دور مجموعات بكأس الأمم الإفريقية. ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. مفيش بيت في مصر مفيش حد فيه عنده دور برد، دور برد والإنفلونزا والالتهابات الرئوية منتشرة بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة مع دخول فصل الشتاء. الالتهاب الرئوي هو مرض تنفسي بيؤثر على الرئتين بشكل مباشر، كمان بيسبب الفيروسات والبكتيريا والفطريات، وبيكون الأطفال أكثر الفئات عرضة للإصابة بهذا المرض تحديدا مع فصل الشتاء. تقلبات جوية بنعيشها الفترة الحالية. وزارة الصحة أعلنت أنها وفرت مجموعة من الأمصال واللقاحات اللازمة للقضاء على الالتهاب الرئوي. النهاردة احنا هنتكلم عن خطورة الالتهاب الرئوي، ازاي بيؤثر على الرئتين، ايه طرق الوقاية،
خلينا نرحب بضيفنا الموجود معانا في الاستوديو الدكتور ماهر الجرحي، استشاري امراض حساسيه الصدر. يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك. يعني لما نيجي نتكلم عن الاعراض الخاصه بالاصابه بالالتهاب الرئوي، هل في اصابه حاده وخطيره واصابه عاديه؟ لما نيجي نتكلم كده مع بعض بنقوم ده عيان قوي، ده شكله بقى عنده التهاب رئوي، كلمه كده بتتقال بالسهل ولا دي اعراض حاده وبتستلزم علاج مكثف ومحدد؟ طبعا هو سؤالك مهم قوي، بس لازم نعرف يعني ايه كلمه التهاب رئوي. التهاب رئوي معناه التهاب في الحيصلات الهوائيه في الرئه واحده او رئتين. طبعا كلمه التهاب رئوي ما هيش كلمه بسيطه، لكن احنا نقدر نحددها على حسب الديجري بتاعها، يعني على حسب درجاتها. في التهاب بسيط وفي التهاب متوسط وفي التهاب شديد. وده بيعتمد على مين؟ بيعتمد على عمر المريض، ويعتمد على حالة المريض عاملة إيه، وبيعتمد على سن المريض. بمعنى إن لو جه طفل صغير أقل من سنتين في خطورة، راجل كبير أكتر من 65 سنة في خطورة، في ريسك فاكتور موجود في المريض نفسه، زي واحد بيتعالج من أمراض المناعة، أو واحد عنده بعد الشر كانسر، أو واحد عنده سكر عالي مش متظبط، أو واحد عنده أمراض كبد أو أمراض قلب. ده كلها بنسميها ريسك فاكتور بيساعد إن الالتهاب الرئوي يكون شديد. طب ما معنى كلمة التهاب رئوي؟ التهاب رئوي ده لازم نفهمه للسادة المشاهدين إنه هو عبارة عن التهاب في الحيصلات الهوائية، وينتج عنها تراكم سوائل مليانة بصديد داخل الحيصلات الهوائية. طب ده فكر حضرتك هيكون عامل إزاي؟ أول حاجة كرشة نفس. هتلاقي يعني كلمة كرشة نفس نهجان، والنهجان ده بيبقى مستمر وبصورة واضحة جدا. تاني حاجة ارتفاع في درجة الحرارة، وارتفاع درجة الحرارة فيه فاريشن، يعني فيه اختلاف. الناس الكبار في السن ممكن يكون عندهم التهاب رئوي، وده بيبقى برضو ساعات الدكتور ما يقدرش يشخصها قوي إلا وكان قاري أو فاهم. إن التهاب الرئوي مع الناس كبار في السن ساعات ما بيبانش فيه أي علامات من درجة الحرارة، وده شيء مهم جدا لازم نذكره في الحلقه بتاعت سعادتك. ان الكبير في السن ركز على سماع الصدر، بمعنى لو كان بيشتكي من كحه بالشرط يكون معاه حراره، ده لو عدى 60 او 65 سنه. ومهم قوي لازم نعرف ان لو كان يانج او متوسط العمر او صغير بتبقى درجه الحراره معديه 38.5 او 39، وفي نفس الوقت ما بتنزلش. يعني ايه كلمه ما بتنزلش؟ يعني ادي علاج مفيش فايده، الاعراض مفيش فايده، يقعد 5 6 7 8 ايام بنفتكره نزله شعبيه. ولازم اعرفك ان ما معنى كلمه نزله شعبيه والتهاب رئوي، في فرق ما بين النزله الشعبيه العاديه والتهاب الرئوي، وفرق بسيط خالص من غير ما تروح للطبيب. النزله الشعبيه عباره عن ايه؟ التهاب في الممرات الهوائيه، القصبه الهوائيه العليا، بينتج عنه شوية كحة وألم في الزور وحرارة مرتفعة، ويدي علامات بسيطة، بس فيها بقى ميزة في خلال 5 6 7 أيام تلاقي المريض ياخد العلاج البسيط خالص منك أو من الصيدلي ويخف. ده بنسميه نزلة إيه؟ شعبية. شعبية بسيطة خالص ملهاش علاقة. اللي نزلة الالتهاب الرئوي لا يختلف تماما. التهاب الرئوي حرارة ما بتنزلش، المريض بيبان عليه إن هو توكسيك. توكسيك يعني همدان، صداع، ألم في حادة في الجسم، ممكن فومتنج يرجع، الكحة ما بتوقفش خالص، الحرارة ما بتنزلش، في رعشة جامدة في الجسم، ممكن يجي معاه دياريه إسهال، ودي بتبقى حالة صعبة شوية لما يبقى جهاز التنفس والجهاز الهضم حصل له انفكشن، ده صعب. طب إحنا عايزين نعرف الوقت ده ونفيد السادة المشاهدين في حاجات معينة قوي. أنا كطبيب وما عنديش إمكانيات، أو المريض ما عندوش إمكانيات إن يشخص بالصورة، اللي يعمل إشعاعات وي وي وي، أنا هقول كلمة بسيطة خالص لما يدخل المريض على الطبيب، أو المريض نفسه لازم يفهم نفسه بالصرف الآتي. أول ما يدخل وخد علاج بسيط اللي هو عبارة عن أنت كل لسه يعني سامع الهانم بتقول إن أنا خدت كونجستال وخدت 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 ومفيش فايدة، نزلة شعبية عادية اللي مش هتقعد قدامي بالمنظر ده. بمعنى فبمعنى صح إن هياخد علاج من الصيدلي وهيخف، ده بنسميه مين؟ نزلة شعبية. إنما الالتهاب الرئوي لأ، آلام حادة جامدة في الجسم كلها، الكحة ما بتوقفش، وأهم من ده كله البلغم بقى.
البلغم ده لازم نخلي بالنا منه قوي. بس البلغم عفوا المقاطعه يا فندم، لانه حضرتك بتفرق بين حاجتين مهمين جدا، نزله الشعبيه اللي بتروح بعد 5 ايام اللي هو دور انفلونزا او برد عادي، وما بين الالتهاب الرئوي. بس البلغم كمان بيبقى مصاحب للنزله الشعبيه، يعني النزله الشعبيه دي بيبقى في بعض الناس اللي عندهم او بيصابوا بيها بيطردوا بلغم بشكل كبير، فده برضو ممكن يخليني احتار شويه، هل انا عندي نزله شعبيه ولا التهاب رئوي؟ سؤالك جميل بس هقول لك اجابته. البلغم نفسه بيعتمد على ايه لونه. لو لون ابيض، وده غالبا في النزله الشعبيه بيبقى ابيض كده بسيط، فبيجي نتيجه للقاح افرازات بتيجي بيقف عشان يطلعه، فبيبقى غالبا ابيض يعني. لكن لو اتغير لونه للون الجراي، للون الرصاصي او اللون الاسود او اللون الاخضر او اتغير، ده اعتبره ان دخل بكتيريا عليه. طب وفي الحاله دي قد ايه؟ لازم اروح للطبيب، ده اول حاجه. ما اروحش بقى للصيدلي واديني انتي بايوتيك من عندك، لا، لان الطبيب هيقدر يحدد انت عايز اورال يعني اقراص مضادات حيوي. ده خطا جامد جدا، ساعات المريض بيتاخر حالته نتيجه لان هو ما حددش الاول ياخد ايه. في مريض ما ينفعش اديله اقراص، ما ينفعش اديله علاج بالفم وياخده وهيبقى كويس خلال يوم او يومين، لازم على طول انجكشن حقن يعني. طبعا الحقن دي بتاعت شفت تحديد نوع الانتيبيوتيك نفسه يا دكتور. في ناس تاخد انتيبيوتيك خاص للودان، في ناس يعني اعتقد حاجه زي كده هتحتاج انها حاجه تاخد في الجهاز تشتغل على الابر ريسبيراتوري سيستم يعني، او الجهاز التنفسي في العلوي يعني. بالظبط، بس انا مش قصدي بقى اللي انت بتقوليه حضرتك. انا امتى ياخد الطبيب ان ده ياخد اورال يعني بالاقراص او انجكشن؟ لان على فكره احنا في المستشفى الحميات غالبا بنشوف المريض بيجي لنا بعد ما يكون خد علاج وتطورت حالته نتيجه للاقراص، في علاج لازم يتاخد انجكشن من الاول. طب ده بيعتمد على ايه؟ على الكشف الطبي من الدكتور للطبيب للمريض بتاعه. بمعنى ايه؟ في يعني احنا ككلينيكال بنقدر نعرف اذا كان في التهاب رئوي موجود في الرئه او حالته جامده او لا عن طريق السماعه. بس عشان كده بقول يا ريت والله يعني الصيادله دول ناس محترمه وعلى مستوى عالي من العلم وكله، بس لو كان صيدلي، ان ثلاث ارباع صيدلات ساعات بيبقى فيهم ناس مش صيادله فبيدوا تريتمنت وعلاج بيأخروا الحاله عندنا احنا. فبالتالي احنا عايزين نوعي الساده المشاهدين ان خلي بالكم لازم تلجأوا للطبيب في حالات معينه. ايه هي بقى الحالات المعينه اللي انا هقول عليها دلوقتي؟ مهم جدا. اول حاجه الحراره ما بتنزلش على طول، مرتفعه 38.5 39 40 لمده كام يوم يا فندم الحراره مرتفعه؟ هتعدي 7 ايام. 7 ايام زي ما قلت في الاول البرنامج، ان خلال التهاب الشعب البسيط 5 6 ايام بيخف بيبقى زي الفل. انما لو طول عن كده نخلي بالنا بقى. اول حاجه الحراره ما بتنزلش. تاني حاجه نهجان. وخلي بالك عايزين نفرق ما بين النهجان الناتج عن الالتهاب الشعبي الرئوي والنهجان الناتج عن حساسيه، لان في بعض الناس لو جالها نزله برد بتلاقيها بتنهج نتيجه عندها حساسيه. فلازم طبعا حساسيه الصدر دي بيبقى النهجان بتاعها بيختلف في ايه. حساسيه الصدر بيبقى الهواء وهو طالع مدته اطول وهو داخل، يعني الطبيب بقى هو اللي يعرف القصه دي يعني. انما في الالتهاب الرئوي الاثنين قد بعض، الانسبيريشن قد الاكسبيريشن، فبالتالي بتلاقي النهجان واضح جدا وعدد مرات التنفس بتبقى سريعه ويبقى توكسيك. توكسيك يعني ايه؟ مش قادر يتكلم. فخلي بالك من العلامات دي، الحراره ما بتنزلش، المريض بينهج على طول، مش قادر يتكلم، الم في الصدر مع النفس، خد نفس صدره بيألمه، طلع النفس صدره بيألمه. تالت حاجه بتلاقيه يرتعش، يعني تلاقيه على طول رعشه معاه موجود وجسمه مكسر. واهم من ده كله بقى ان ساعات بعض الناس الكبار في السن في حاجه اسمها الكونفيوجن بقى، تلاقي الوعي بتاعه اضطرب. ولما كلمه الوعي اضطرب ابص على حاجه اسمها ايه؟ تركيز الاكسجين في الدم. فده طبعا مهم قوي بالجهاز ونبص عليه اذا كان الاكسجين سبلاي المفروض ما يقلش عن 95%. وطبعا احنا كلنا تعودنا على الجهاز ده في ايام الكوفيد 19. صحيح. ربنا ما يرجعها ايام. وخلي بالكم ان الايام دي في الفيروس، الناس بتقول لك ده كورونا رجعت، لا ما رجعتش ولا حاجه. هو في فيروس اسمه المخلاوي ده منتشر الايام دي. وده فيروس شديد شويه، نفس علامات الكورونا ولكن نفس عائله الانفلونزا او نفس بالظبط، ومالوش مضاعفاته بسيطه جدا، مضاعفاته بسيطه جدا. ولازم نخلي بالنا ان التهاب الشعب الرئوي في فيروس او يا اما يكون بكتيريا او يا اما يكون فطريات. وخلي بالنا برضو ان الموضوع بتاع الالتهاب الرئوي ما يتعالجش في بيت، او بمعنى اصح ما يتعالجش في عن طريق طبيب والمراجعه داخل البيت. لازم نعمل لو زاد عن 7 ايام من النهجان لازم نعمل ايه؟ اكس راي. الاشعه مهمه جدا 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 جدا، وكل المستشفيات على وزاره الصحه 24 ساعه الاشعه موجوده،
سواء كان عندنا في الحميات او اي مستشفى حميات اخرى. وزاره الصحه عامله مجهود جامد جدا 24 ساعه، عايز اشعه تلاقيها موجوده، وهتلاقي اخصائي اشعه وهتلاقي التقرير موجود. فبمعنى اصح ان في تقدم موجود استغله، مش هستنى بقى مركز اشعه عشان اشوف الاشعه كام، لا ده في طوارئ 24 ساعه بالاجهزه بتاعتها من قبل وزاره الصحه. فده نستغل الموقف ده ان هتلاقي فيه خدمه طبيه كويسه وتشخيص وعلاج ان شاء الله. طيب مؤشرات الاصابه ممكن نلاقيها كمان في الانف، في الفم، في الحلق، ممكن نلاقي التفاصيل دي كلها اللي دايما اول حاجه بنسمعها زوري قفل، مناخيري مش مظبوطه، وداني في التهاب مثلا، في عدم اتزان، هل دي كلها ممكن تكون مؤشرات للالتهاب الشعبي بقى مش الالتهاب الرئوي عشان نقدر نفرق؟ سؤالك جميل قوي، بس عايز اقول لحضرتك حاجتين. في حاجه اسمها التهاب شعبي في الجهاز العلوي التنفسي وفي الجهاز السفلي التنفسي. الجهاز العلوي اللي حضرتك بتقولي عليه ده البدايه، في مريض بيجي لي بالاعراض اللي حضرتك قلتيها، عنده زكام جامد، مش قادر، صداع، جيوب الانفيه ملتهبه، ودانه بتوجعه، زوره بيوجعه، ده اسمه التهاب فيروس في الجهاز العلوي التنفسي. وفي الجهاز السفلي اللي احنا بنتكلم عليه بقى، ده كله بندي المعطيات اللي احنا قلناها، وفي الاثنين جهاز العلوي التنفسي والجهاز السفلي. في واحد ممكن الجهازين يبقوا انفكتد، أيوة بالظبط، بيبتدي على طول بزكام ومش قادر، وبعد كده يقول لك يا دكتور ابتديت اكح وابتديت انهج والحراره بتاعتي مش عايزه تنزل. وما تخافوش، الموضوع الحمد لله نشكر ربنا كام في المية، 98% بيبقى كومبليت ريكفر، يعني الدنيا بتبقى كويسة جدا. لكن في بعض الحالات نخلي بالنا منها قوي، الناس اللي عندها قلنا من شوية أمراض مزمنة أو التحت سنتين في الأطفال، والأمراض المزمنة اللي احنا قلنا عليها من شوية تخلي بالكم بقى قوي قوي قوي، إن دول يتحط عليهم 100,000 خط. طب في بعض الأشخاص بيبقى مصابين ببعض الأمراض زي الربو او الانتفاخ الرئه او الانسداد المزمن للرئوي، دول ليهم معامله خاصه؟ طبعا سؤال حضرتك مهم جدا. السي او بي دي ده اللي هو السد الرئوي اصغر حضرتك، ده بيبقى عنده قصه من حاجه البرونكال ازمه اللي هي الازمات الربويه المزمنه. الازمات الربويه المزمنه ده بيبقى فيه حاجه اسمها الجينات. جينات يعني تلاقي الاب والام وتلاقي الخال والعمه، فده لما تلاقي اكتر من بيرسونز، اكتر من شخص عنده حساسيه صدريه في العيله، ده خلي بالك من الاجيال اللي موجوده والسيمتومز اللي بتتاهل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحساسيه زادت. وطبعا كلمه الحساسيه زادت نتيجه لحاجتين مهمين قوي، وهستغل البرنامج بتاعك ان احنا نقولها. اول حاجه العادات السيئه من الصغر، تلاقي الولد عنده 20 سنه و25 سنه وقاعد على الكافي وقاعد يشيش ويشرب سجاير بهيفي سموكر قوي، وده طبعا في الحاله دي بنقول ان مقاومه صدره مالها هتقل. بعد شويه سنه سنتين ثلاثه يبتدي لو شويه برد بسيط يتقفل الممرات الهوائيه ويحصل حاجه، يقول لك صدري بيزيق وانا نايم ومش قادر اخد نفس. طب ده انت مين سببه؟ بترد مين سببه؟ العادات السيئه اللي احنا لازم نقولها من خلال البرنامج بتاع سعادتك. خلي بالكم العادات بتاعت الشباب دلوقتي مش هنعرفها دلوقتي، هنعرفها قدام. لان لو انت بصيت على كوفيهات كتيره قوي تلاقي الشباب قاعد وبيشيش، وطبعا بيقلل مقاومه الشست بتاعته. فبالتالي الوجود الدخان اللي موجود على طول وبيشمه ده بيقلل مناعه الصدر، ويحصل حاجه اسمها تقلصات في الممرات الهوائيه وازمات، وهيعرفها قدام لما يكبر في السن. زائد بقى ايه؟ الانفكشن. طبعا ايه هو الانفكشن؟ اكبر حاجه نخاف منها ايه؟ توقع دلوقتي الدرن. الدرن ايه هو الدرن ده؟ الدرن ده بيجي عن طريق الشيشه او عن طريق التنفس. فهي تلاقي الشاب كان بدل ما كان بيلدنج كده وحاجه جميله يبتدي الوزن يقل. بس يبتدي في تطعيمات الدرن اتاخدت تطعيمات لا ده هو صغير، لكن ما هو ممكن تاخد التطعيم عادي ويحصل ويصاب بالدرن بعد كده. بس انا بتكلم على العادات السيئه اللي ممكن تؤدي الى امراض صعبه. الامراض الصعبه منها الدرن، نخلي بالنا منها قوي، وبيجي في الشباب. بتلاقي الوزن يقل وتلاقيه يعرق وتلاقي حراره ما بتنزلش ويكح. نيجي نعمل له اكس راي نلاقي فيه علامات التي بي الموجوده على الصدر، وبياخد طبعا عندنا في المستشفى الحمد لله الادويه كلها متوفره، وبياخد العلاج وبيتعالج. بس المشكله بيبقى مرض مزمن معايا يعني. ربنا يسلم ويحفظ كل مشاهدينا وياخدوا بالهم من صحتهم، واحنا كمان ناخد بالنا من ان اي واحد يكون مريض بعد الشر عليه يتجنب التجمعات، نراعي جدا المسافات الامنه دي، ملهاش علاقه خالص بكورونا، دي لها علاقه بالوقايه اللي هي خير من العلاج. كل الشكر ليك دكتور ماهر الجرحي استشاري امراض الحساسيه والصدر والحميات، شكرا جزيلا لحضرتك. نورتنا وشرفتنا يا دكتور. لسه مستمرين مع حضراتكم، نروح لفاصل سريع ومن بعده نرجع مرة تانية. خليكم دايما معانا.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية. المشروع الوطني للقراءة واحد من أهم المشروعات الثقافية في مصر. الكتاب هيفضل هو المصدر الأول والأساسي للمعرفة. هذا المشروع بدأ في مارس 2020 وبيهدف لإحداث نهضة في القراءة، إعادة وإحياء العلاقة مرة أخرى مع الكتاب لقطاعات كبيرة جدا من الشباب وفئات المجتمع. من أيام تم تكريم الفائزين بجوائز المشروع الوطني للقراءة، خلينا نشارك الفائزين فرحتهم ونتعرف كمان على رحلتهم مع الكتاب. خلينا نبتدي مع أحمد علي من مركز المراغة بسوهاج، واللي رغم سنه الصغير قرأ أكتر من 250 كتاب ولخص 30 كتاب منهم، ده اللي أهله للفوز بأحد جوائز المشروع الوطني للقراءة فئة الطالب المثقف. خلينا نتعرف أكتر على التفاصيل من أحمد علي الطالب المثقف. صباح الخير عليك يا أحمد وألف مبروك. صباح النور، الله يبارك في حضراتكم. حاجة حلوة وحاجة تفرح، 250 كتاب ما شاء الله، وقدرت انك تعمل تلخيص ل 30 كتاب. التلخيص ده واحد من الحاجات الصعبة جدا بنفس درجة الصعوبة ان لم تكن اصعب أكيد. من قراءة الكتاب. اكيد طبعا اكيد. قول لنا بقى رحلتك مع القراية ابتدت امتى؟ مين كان داعم ليك؟ بتشتري كتب ولا بتروح تقراها في المكتبة؟ اقرب مكتبة ليك فين؟ كل التفاصيل. رحلتي مع القراءة كانت منذ استطعت التفرقة بين الألف والباء. في بداية المرحلة الابتدائية كانت بدايتي مع القصص المصورة القصيرة، تلك التي أذهب معها في رحلة نصف ساعة إلى عالمي المعنوي، ذلك العالم الذي لا ضوضاء به. ومع مرور الأيام وفي نهاية المرحلة الابتدائية تقريبا بدأت أتجه إلى الروايات. بدأت أدرك أن القصة طويلة الأحداث تسمى رواية، وبدلا من رحلة نصف ساعة في عالمي المعنوي أصبحت رحلتي تدوم لأيام. ومن ثم عرفت أن المغزى من القراءة ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل أيضا أريد الحصول على معلومات. فعرفت أن أوعية الكتب أو أوعية المعلومات هي التي تحتوي على المعلومات. قراءتي للعقاد وأقرانه هي التي جعلت عقلي ينضج قبل أوانه. جميل. في كل مرة أستطيع فيها التعبير عن وجهة نظري بعقلانية أشكر تلك الفرصة التي جعلتني قارئاً. فأنا أقرأ لأتعلم كيف أتعلم. أنا أقرأ لكي لا تجرفني ريح الإشاعات الهاوية إلى فوهة الجهل والتخلف. جميل. أحمد، يعني أنا أحييك بداية على هذه اللغة العربية الصافية الجميلة اللي أمتعتنا بيها في كلامك، وعايز أسألك 250 كتاب قريتهم في أي مجال من المجالات، وقمت بتلخيص كمان 30 كتاب، يعني قول لنا كده نماذج سريعة لعناوين هذه الكتب اللي شاركت بيها في مسابقة تحدي القراءة. في مسابقة تحدي القراءة وكذلك المشروع الوطني للقراءة كنت أميل أكثر إلى الكتب الفلسفية، تمام؟ الكتب الفلسفية بعادتها وخصوصا التنمية البشرية فهي كحسناء تبهرنا وسط فروع الفلسفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون، كتاب الأب الغني والأب الفقير، كذلك كتابات مصطفى محمود، ككتاب لغز الموت، ككتاب الروح والجسد. هذه الكتابات الفلسفية هي التي جعلتني على أول طريق القراءة، وبالمناسبة هو مصطفى محمود من أوائل الكتاب الذين قرأت لهم. جميل. وهو من غرز في حب علم النفس والفلسفة. كذلك في الأدب قرأت لتوفيق الحكيم ولطه حسين وللعقاد، كذلك له كتابات أدبية رائعة. في التاريخ قرأت العبقريات، عبقرية عمر، عبقرية خالد، عبقرية الإمام، عبقرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في الديانات قرأت كتاب مسجد الرسول لعبد الحميد جود السحار. أذكر هذا الكتاب خصوصا لأنني أريد أن أعقب على أسلوب عبد الحميد جود السحار، ذلك الأسلوب الذي وصف به مسجد الرسول والذي أخذني في رحلة سريعة إلى المملكة العربية السعودية لأرى فيها المسجد بتفاصيله وأتخيل فيها كل شيء عن المسجد. طب أحمد، هذه القراءات المتنوعة في مجالات مختلفة من الفلسفة إلى الأدب، ألوان مختلفة من المعرفة والثقافة، أضافت إيه لشخصية أحمد علي؟ يعني شخصيتك، كيف أثرت هذه القراءات على شخصيتك في الحياة وعلى سلوكك في الحياة؟ لا أغفل ذكر أنني الآن أستطيع أن أبدي وجهة نظري، أستطيع أن أتحدث، أستطيع أن أحاور. الفكرة من المسابقة هي المناقشة فيما قرأته في 30 كتابا. فكرة المناقشة في حد ذاتها تكسب إلى الشخصية الكثير، تكسب الثقة بالنفس، تكسب الشجاعة،
تكسب القدرة على المحاورة والإقناع، كل هذا وأكثر ما أضافته للقراءة. يعني القراءة بالطبع تحدد مسارات الإنسان، فيتأثر الإنسان بما يقرأه، يتطبع الإنسان بما يقرأه، فإن قرأت لكتاب يريدون أن يغرزوا فيك فكرة معينة فسوف تنبت فيك هذه البذرة إلى أن تكبر بداخلك وتتأثر بها شخصيتك. شخصيتي الآن غير الشخصية التي كنت بها قبل أن أبدأ في القراءة. طيب احنا شايفين ما شاء الله عندك بنك من المصطلحات وعندك بنك تاني من التشبيهات والتعبيرات، اعتقد كل ده اكتسبته من خلال القراءه. ازاي بقى قدرت شخصيتك تؤثر وتتاثر باللي انت قريته؟ بدايتي مع القراءه كانت قراءتي للقران الكريم، كلام الله عز وجل ما ابلغه وما اروعه، وهو الذي جعل لساني ينطق العربيه صحيحه. قراءة القرآن الكريم جعلتني أتفكر في كل آية، فليست تلك القراءة العادية. أنت أصلا دراستك إيه يا أحمد؟ أنا دراستي عام، ثانوي عام. ولكن القرآن لا يتعلق بالأزهر أو بالعام. طبعا أنا بتكلم عشان اللغة العربية الصحيحة ما شاء الله واضحة جدا. الله يبارك فيك. تفضل. فبالطبع قراءتي للقرآن وإدراكي لمصطلحاته وتدبري في آياته وتعمقي في معانيه هي التي جعلتني أتخيل جيدا معنى القراءة التي تفيد، ليست تلك القراءة العابرة. أثرت في القراءة خصوصا تلك القراءة العلمية التي جعلتني أستهوي المجال العلمي أكثر من المجال الأدبي، وإن كانت قراءتي للأدب تجعلني أعيش في متعة وخصوصا الروايات، ولكن القراءة العلمية في النهاية تنتصر بفضل الاستشهاد بالبراهين والأدلة والإحصائيات، هذه القراءة التي تقنع القارئ. أكيد يعني إحنا بنسعد بوجودك معنا، مبروك عليك يا أحمد. الأول بناء شخصيتك يعني ما شاء الله القدرة على التعبير اللي أنت ظهرت عليك واللي إحنا شفناها معاك على الهوى، ومبروك عليك كمان الجائزة أحمد علي الفائز في مسابقة التحدي الوطني للقراءة. شكرا لوجودك معنا ومبروك. نروح من أحمد علي لمحمد بلال، نموذج آخر مشرف، نموذج مثقف. معنا محمد بلال، رغم التحاقه بكلية الطب والقراءة العلمية والدراسة العلمية، لكن هو الكتب فتحت له آفاق كبيرة جدا في المعرفة، ونال مركز متقدم ضمن الفائزين في مسابقة التحدي الوطني للقراءة. محمد بلال معانا عبر زوم، الطالب بطب الأسنان وأحد الفائزين بجوائز المشروع الوطني للقراءة. بنحييك وبنبارك لك محمد، ألف مبروك بداية. الله يبارك في حضرتك، أهلا وسهلا. قبل ما نتكلم عن الرحلة مع المعرفة والقراءة والكتاب، حابين نعرف شوية تفاصيل عن هذا المشروع الثقافي المهم، مشروع تحدي القراءة الوطني. عرفت عنه إزاي تقدمت لهذه المسابقة؟ مراحل المسابقة حتى الفوز كانت ماشية إزاي؟ أولا المشروع الوطني القراءة من المشاريع المحفزة المحتضنة للقراء والمثقفين، مشروع مهم جدا. المشروع أنا اتعرفت عليه بالصدفة، أنا كنت بقلب على الفيس وشفت يوتيوبر معروف يعني كان بيتكلم عن المشروع، أنه شارك في المشروع. بدأت أبحث عن المشروع عن الشروط التقدم في المشروع ودخلت على الموقع. الصراحة كانت تجربة ممتازة جدا، وشاركت موسمين متتاليين في المشروع. الموسم الأول لم أوفق يعني ما وصلتش للمراحل النهائية، بس الحمد لله يعني لما حضرت التصفيات. معلش يا محمد اعذرني المقاطعة عشان برضو السادة المشاهدين يعرفوا تفاصيل أكتر عن هذه المسابقة. التصفيات بتتم إزاي؟ يعني إيه مراحل التصفيات الخاصة بتحدي الوطني للقراءة؟ الطالب المشارك في المشروع بيمر بمجموعة من المراحل في التصفيات. بيبدأ أول حاجة أظن القارئ الماسي يعني بخصوص الفئة اللي أنا فيها، بيبدأ أول حاجة بالتصفيات على مستوى الكلية، وبعد كده على مستوى الجامعة، وبعدين على مستوى المديرية والمحافظة، وبعدين نوصل للمرحلة النهائية أو تصفيات الجمهورية. من خلال تصفيات الجمهورية بيتم تصفيت 10 أوائل في كل فئة برضو، هم دول بقى اللي بينافسوا على المراكز الأولى يعني. طيب أعتقد أن دي واحدة من المسابقات اللي دايما فيها الواحد كسبان، يعني حضرتك قلت لم توفق في المرة الأولى أو في الموسم الأول من المشاركة، لكن أكيد كسبت عدد الكتب اللي أنت قريتها وعدد الكتب اللي لخصتها. لخصت كم كتاب؟ هو حتى حضرتك يعني تعقيبا على كلام حضرتك، المكسب مش بس مقتصر على الكتب، كميه المعارف والعلاقات اللي الانسان بيكونها برضه، الناس طبعا المثقفه، صفوه المجتمع اللي بيقابلهم،
والتلاقح الثقافي اللي بيحصل بيننا ده أظن إنه مكسب عظيم جدا يفوق أي حاجة تانية. ده شيء مهم جدا يعني. طيب. بالنسبة للكتب المفروض إن أنا لخصت 30 كتاب وتقدمت بيهم بقى وعديت بيهم مراحل التصفية اللي أنا بتحرك عليها. هل هم 30 كتاب مختلفين عن الموسم اللي قبله أو المسابقة اللي قبلها؟ يعني بنسبة 90% غيرت وزودت طبعا، يعني حاولت أنوع شوية في المجالات اللي أنا في مجالات ما كنتش قرأت فيها، زودت المجالات يعني بحيث يبقى عنصر التنوع الثقافي موجود في في المرة الثانية يعني. طب محمد، يعني كلمنا أكتر عن رحلتك مع الكتاب، يعني كان من شوية معانا أحمد علي من سوهاج بيتحدث إنه الكتاب أثر في حياته، في سلوكه، في شخصيته، في قدرته على الحوار والنقاش وإنه يعبر عن رأيه. الكتاب أثر إزاي في حياتك؟ طبعا المشروع الوطني كان محطة على طريق طويل جدا، بدأ معايا من أيام الطفولة، من أيام التنشئة الأولى، ودي نقطة مهمة جدا لازم نلفت إليها في قضية القراءة، إن القراءة ديت مش اختيار فوري، يعني أنا مش هصحى الصبح أختار إن أنا أبقى مثقف أو قارئ وخلاص. لا، ده موضوع بيبدأ، أو القراءة ديت هي نتاج عملية تربوية بعيدة المدى، طويلة المدى. بتبدأ لازم من التربية في الأول، ده اللي حصل معايا على المستوى الشخصي، إن أنا بدأت الموضوع بدأ معايا من قبل حتى ما ببقى بعرف أقرأ. والدي ووالدتي كانوا هم اللي بيقرأوا لي في البداية، بيقرأوا لي الكتب والقصص. بعد كده بدأت أنا أمسك الكتاب أقرأ، وبدأت أتطور أو أتدرج في مدارج القراءة خطوة ورا خطوة لحد ما وصلت للمرحلة اللي أنا فيها. وطبعا هذا التطور لا ينتهي. كان عندك مكتبتك الخاصة في البيت، لأن ده مهم جدا إن كل واحد يبقى يحاول يشكل المكتبة الخاصة اللي بتتناسب مع مطالعاته، معارفه في البداية. صحيح صحيح، هو ولن يستطيع، مش هيقدر انه يكون الذائقه او الخاصه الا لما ينشا في البدايه. برضه لازم رعايه اسريه في الاول تديله الملكات والقدرات عشان حتى بعد كده يقدر ان هو يستقل بقى يكون المكتبه اللي حضرتك بتقول عليها. طيب القراءه بقى في مجالات مختلفه عن المجال العلمي، ولا انت بتستغل الفرصه دي علشان تتبحر اكتر في موضوع قراءه الاسنان، خصوصا ان كليه اسنان كليه عمليه وبتاخد وقت كبير جدا اعتقد في مذاكرتها؟ هو مفيش تعارض نهائي بين القراءه وبين الدراسه العلميه او العمليه، بالعكس تماما. يعني القراءه من الممارسات المجهده او اللي بتستنفر القدرات والملكات الذهنيه عند الانسان، فلما يبقى الانسان قارئ يعني مهارات الفهم والادراك والاستيعاب والنقد، كل المهارات دي انا محتاجها في تحصيلي الاكاديمي، سواء انا بدرس طب او بدرس هندسه او بدرس اي مجال اكاديمي اخر. فطول ما انا بمارس القراءه بانتظام انا بدرب وبستنفر كل الملكات الذهنيه ديت، فلما ارجع تاني لدراستي الاكاديميه بالعكس بلاقي ان انا يعني ان القراءه فادتني وساعدتني. فما فيش تعارض نهائي بين القراءة وبين التحصيل الأكاديمي، بالعكس بل في تضافر وفي يعني منفعة متبادلة بين المجالين يعني. جدا. بنحييك وبنشكرك مرة تانية وبنبارك لك محمد بلال، أحد الفائزين بجوائز المشروع الوطني للقراءة، مشروع مهم، واحد المشروعات الثقافية المهمة، وفي مجموعة كبيرة جدا من الفروع كمان متميزة منا ضمن التحدي الوطني للقراءة، منها فرع المعلم المثقف. ومعانا الفائز بهذه الجائزة، جائزة المعلم المثقف، دكتور هاشم بكري على الهواء. صباح الخير دكتور هاشم. صباح الأنوار والإبداع وكل شيء جميل في مصيرنا الجميل. يا صباح الجمال والإبداع. دكتور هاشم، كلمنا عن الجائزة، جائزة المعلم المثقف، وهي تتويج لرحلة طويلة مع الكتاب امتدت ل 35 سنة مع حضرتك. الجائزة وأهميتها وقيمتها. في الحق تفضل دكتور. في الحقيقة أسعدني وأدهشني وراق في نفسي أن يكون في هذا المضمار، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما أجملها من مسابقة، بحثت عنها كثيرا وسعيت إليها منذ نعومة أظافري، ونهلت من كل الماعين من كل المواعين حتى أصل إليها وأقف هذا الموقف وأنا مشرئب الرأس، مرفوع الهامة، مصطلب القامة، لأنني تنافست في أمر يحبه الله ويحبه الرسول، وغرسه فينا الأزهر الشريف
الذي من هذا المكان وهذه المنصة أدعو الله أن يجعله مرارة كما هو، وأبارك لسيدي فضيلة الإمام الأكبر بعيد ميلاده. فما أجملها من ساحة، وما أجملها من معركة، وما أجمله من تدويق أسلق صدري وأشعرني بأن ما قمت به من أعوام وأعوام وأعمام من بذل للنفس والنفيس في شراء الكتب والجلوس والمطالعة وثمرة القراءة، لقد شعرت بلذة الفوز وشعرت بمتعة القراءة التي لا تنضب أبدا، والتي أدعو الله ألا يسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. وإنني لأتمثل لها بقول القائل: إذا كنت أهرب منك إليك فقولي بربك أين المفر؟ أين المفر من القراءة؟ لا أجد مفرا منها إلا إليها. وقد تعبت في الحقيقة كثيرا حتى كونت مكتبة. حضرتك كنت لسه بتقول أين المفر من القراءة والناس تهرب من القراءة لفين؟ لا، كتير من الشباب استعوضوا عن الكتاب أو توقفوا عن التعامل مع الكتب ولجأوا للسوشيال ميديا. حضرتك متخيل أن ممكن السوشيال ميديا تديهم نفس القدر من الثقافة ومن المعلومات ومن الرؤى البصرية الإبداعية اللي بنشوفها من خلال الكتب؟ هل السوشيال ميديا تقدر توفره؟ هيهات هيهات وهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد. مستحيل أن تجد بديلا للقراءة. قراءة السوشيال ميديا والجذب والتأثير على العيون نعلم كثيرا أنه أقوى وأجذب في البداية، ولكنها بارقة سرعان ما تزول وقشرة سرعان ما تذوب، بارقة سرعان ما تزول وقشرة سرعان ما تذوب، ويبقى الأثر، الأثر في الكتاب الذي لا يستغنى عنه إنسان. السوشيال ميديا طرفة، قشرة، موعظة، إنما عمق لا يوجد عمق. والسوشيال ميديا لا أستطيع أن أحصل منه على معلومة موثقة كالكتاب الذي أستطيع أن أحصل منه على التوفيق الكامل، وأن أعود إليه في كل وقت وحين، وأن أصطحبه معي في كل مكان وزمان، وأن يكون القرين الذي لا يمل مجالستي أبدا، والحبيب الذي لا يغضب مني أبدا، والصديق الوفي الذي دائما ما يعطيني ولا يأخذ مني. صحيح، هو يعني دائما زي ما بيقولوا كده: خير جليس في الزمان كتابه. الكتاب هو خير، الكتاب هو خير جليس. بنبارك لحضرتك هذه الجائزة دكتور هاشم بكري الفائز بجائزة المعلم المثقف في المشروع الوطني للتحدي القراءة، مشروع مهم جدا يا منى. وجميل جدا الأصوات اللي احنا سمعناها دلوقتي، الأصوات الشبابية اللي بتقول انه القراءة لسه بخير والكتاب لسه بخير، وده امتداد كمان للحكمة المصرية القديمة اللي كان المصري القديم بيوصي ابنه يقول له: حافظ على الكتاب كأنه أمك، وضع الكتاب وراء قلبك. يعني دايما الاهتمام بالقراءة والثقافة موجودة في تراثنا وفي تاريخنا المصري. كما قال الشاعر: تعلم العلم واقرأ تحوذ فخار النبوة، فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. يعني أعتقد أن دي واحد من أكتر الحاجات اللي المفروض نحرص عليها في الفترة الجاية. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.